مساء الخير عليكم جميعا. في البداية برحب بكم، أنا جيان رمضان، أنا ميديكال نوفورتس سي اس او. طبعا أنا بشكر حضراتكم في وجودكم معنا النهاردة. أنا عارفة أن الوقت متأخر شوية، لكن إن شاء الله احنا متأكدين أن انتو you will enjoy the scientific evening بإذن الله، والميتنج you will enjoy it إن شاء الله. طيب أنا في البداية حابة كمان أرحب بـ our professors اللي موجودين معانا، الـ scientific panelist والـ speaker دكتور ماجد عبد الناصير ودكتور محمد حجازي ودكتور حاتم سمير. الحقيقة very special thanks لـ our professors، مش بس كمان لوجودهم معانا دلوقتي، لكن حقيقي على الوقت اللي بذلوه معانا قبل ما نجهز النهاردة بالميتنج ده، the time to prepare such scientific contents علشان في الأول وفي الآخر نوصل للـ main objective of this meeting. قبل ما نبدأ تسمحوا لي بس في إن few minutes يعني هشير مع حضراتكم. طبعا حضراتكم عارفين إنه نوفارتس شركة تعتبر من يعني on the top of other pharma industry، إحنا number one، ودايما بنقول إنه ال number one ده ليه تمنه، وده الحقيقه بيرمي علينا مسؤوليه كبيره. الكوميتمنت دي الحقيقه بنبقى مسؤولين مع الميديكال كوميونتي ومساعده حضراتكم ازاي نقدر نساعد الميديكال كوميونتي وسبيشلي العيانين. نوفارتس دايما الحقيقه ليها رؤيه انه how to be number one with trusted leader to change the practice of medicine بميشن واضحة وصريحة، ان احنا دايما بنفكر وبنشتغل وبنspend في research and development to have و to discover innovative molecules علشان نقدر نوصل لعيانين اكتر to extend and improve people's life. خلينا أقول لحضراتكم النهاردة يمكن إحنا موجودين to support أو نتكلم على very special type of disease الـ MS، وأعتقد إنه الـ MS مختلف شوية عن الأمراض كتيرة غيره. يمكن الـ complexity بتاعت الـ disease مش بس لأنه هو الـ complexity of the pathological aspect بتاعته، ولا إنه هو disease كلنا عارفين البروجريسيف نيتشر بتاعته، لكن يمكن في شيء من الحساسيه شويه ان كلنا عارفين، والعيان نفسه بيبقى متخيل انه along the journey بتاعته ممكن في يوم من الايام يقعد على ويل تشير. من هنا كلنا يعني دايما بنفكر ان عيان الام اس شود بي يعني ديل بطريقه مختلفه، بنفكر دايما ازاي نقدر نساعده. ومن هنا جت الحقيقه فكره، واحنا بنشكر الحقيقه بروفيسور ماجد واور بروفيسورز ان هما دي سبورتد الفكره اللي احنا النهارده موجودين عشانها، اللي هو اس بي ام اس فوياج. والحقيقه دي هدفنا الاول والاخير انه مع بعض كبارتنرشيب ازاي حضراتكم نساعد بعض، ازاي حضراتكم تقدروا تو ديتكت عيان الاس بي ام اس ايرلي. ومن هنا جت فكره الفوياج ان هيبقى في سيريال اوف سي ام اي اكتيفيتي متقسمه الحقيقه ثلاث مراحل along the journey. اول مرحله اللي احنا موجودين فيها النهارده، وده الكيك اوف اوف اول ميتنج بيتعمل، وبدانا الحقيقه بكايرو يونيفرسيتي، وده الموديل ده will be copied في other top universities هنجمع فيها الدكاتره علشان نوصل للمين اوبجكتيفز. زي ما قلت لحضراتكم هم ثلاثه ويفز. اول حاجه واللي احنا يعني عايزين ناكد عليها هو الايرلي ديتكشن، ازاي حضراتكم نقدر تقدروا تشخصوا العيان، ايه التولز، ايه الدياجنوزز اللي بسرعه العيان كل ما تشخص بدري وكل ما قدرتوا تو ديتكت نقله العيان فروم تايبس تو اذر. دي مهمه جدا لانه كل ما حضراتكم بتديتكت ايرلي ده فعلا بنقدر نساعد العيان ده proper diagnosis proper management، وممكن to play a role ان العيان ده فعلا ما يوصلش لمرحله ان هو يقعد على ويل تشير. زي ما قلت لحضراتكم النهارده the first wave of act early, the second wave how to identify those population of SPMS، والمرحله الثالثه هو ال evidence based medicine و how to manage العيانين دول properly. تاني انا بشكر حضراتكم لوجودكم معانا، وفي الاول وفي الاخر هدفنا واحد ان احنا ازاي نقدر نساعد عيانين الاس بي ام اس. دلوقتي انا I will give the mic to Professor ماجد عبد الناصير will go through the
الاجنده الكونتنتس، وي هوب ان انتوا يو انجوي الايفنت وتبقى امسيه يعني ممتعه ان شاء الله. دكتور ماجد اتفضل. شكرا دكتوره جيهان، ثانك يو فيري ماتش. طبعا بشكر دكتوره جيهان وبشكر نوفارتس ككمباني انها تبقى معانا من الاول. الحقيقه دايما نوفارتس بتبقى سبونسرنج الاكتيفيتي العلميه، مهما كان النشاط العلمي اللي موجود، سواء بالنسبه لل للبروموشنال الأدوية أو لا نوفارتس معانا الحقيقة، وهي ليها مسج واضحة في الإديوكيشنال كورسز اللي احنا بنعملها. طبعا أنا بشكر نوفارتس وبشكر زمايلي الأعزاء في جامعة القاهرة قسم الأعصاب في جامعة القاهرة، إن احنا الكيك أوف هيبتدي من عندنا من الجامعة الأم المذر يونيفرستي جامعة القاهرة وقسم الأعصاب بالتحديد كلية طب القصر العيني. وطبعا دي برضو حاجة كويسة وحاجة فخر لينا كلنا ان احنا نبتدي الويف. زي ما الدكتورة جيهان قالت، هما البروجكت الحقيقة هيبقى يعني هيشمل ربوع جمهورية مصر العربية، وهيبقى في كل يعني هو نفس البروجرام هيبقى applied for other universities ان شاء الله بعد كده، بعد ما خلص ان احنا الويف بتاعتنا الاولى والثانيه والثالثه. يعني احنا هنعمل 3 سيشنز عندنا، وبعد كده يتنقل نفس البروجرام يتنقل للجامعات الاخرى. طبعا يعني انا سعيد بوجودي النهارده مع اثنين من الجود فيري جود فيري فيري جود سبيكرز عندنا. احنا هنبتدي الويف الاولانيه النهارده. قبل ما ابتدي واقدم السبيكرز اللي معانا، احنا دايما بنسمع، وده كلام الحقيقه بناخده من العيانين، الفيدباك من العيان، انه العيان اول ما بيتشخص ان هو مالتيبل سكليروزس، المقوله الثانيه على طول يقولك انا شفت على الانترنت او انا بشوف العيانين اللي في اللجان المختلفه في التامين الصحي وفي نفقه الدوله، انا مش عايز اوصل لهذا المصير، انا مش عايز اوصل ان انا ابقى قاعد على كرسي متحرك. وبالتالي تعرفنا للسكند بروجريسيف ام اس ان احنا ككلينيشن نحط له معايير معينه، نحط للمريض من اول دقيقه شويه بروجنوستيك فاكتورز، عوامل مساعده تساعدني ان انا اشوف العيان ده من الحاجات الفاكتورز السيئه اللي فيه او الفاكتورز الكويسه اللي فيه، العيان ده هيمشي في انه سكه، هيمشي في انه مصير. وبالتالي وجود ادويه كثيره عندنا النهارده واسلحه كثيره ان احنا نفايت بيها التصلب المتعدد، الحقيقه هو ده اللي بيفتح المجال ان انت تختار العيان الدواء المناسب للعيان المناسب. وهذا الدواء زي ما دايما بنقول وفي اللقاءات العلمية بنتكلم، ان انت مش مجرد حطيت العيان على دواء خلاص هو كده بقى دواء فور لايف وخلاص، لا، لازم تبقى عينك على العيان، تمونيتور العيان كويس، تعمل له جود سوبرفيجن، ان انت لو حسيت انه في اي لحظة هو is going to deteriorate، الريسبونس بتاعه للدواء اللي هو محطوط عليه مش كويس، ان انت تتدخل بسرعة، ما تستناش لما العيان يروح منك. وزي ما بنقول المقولة الشهيرة بتاعتنا time is brain، الوقت مهم جدا في ان انت تختار الدواء المناسب وتنقل العيان للدواء الاكثر مناسبة اذا كان الدواء الاولاني ما كانش جايب النتيجة المرجوة. لو انا بتكلم على second progressive MS، الحقيقة طبعا احنا كنا لما بيخش لنا العيان في هذه الستيج بتبقى انت يعني لغاية سنوات قريبة جدا بتحط ايدك على خدك وبتبص للعيان، انت هيلبلس، انت ما تقدرش تعمل له اي حاجة، ما بتقدرش تقدم له اي حاجة. وكان دايما المقولة برضو المشهورة جدا it's a symptomatic management، يعني انت بتعالج اعراض، عنده سباستيسي بتعالج السباستيسي، عنده سفنتير ديستربنس بتعالج سفنتير ديستربنس. لكن لما يكون متواجد عندنا
بعض الأدوية اللي بتقدر يكون ليها بالإفيدنس، مش بجربتها ونفعت، بالإفيدنس إن هذا الدواء ممكن يكون ليه دور في السكند بروجريسيف ام اس الاكتيف تايب، طبعا ده بالنسبه لنا الحقيقه يعني ما عايز اقول انه بالنسبه للطبيب لا، حل جميل وحل سحري جدا، ان احنا زي ما كنت بقول بتبقى حاطط ايدك على خدك وواقف قدام العيان، يعني ما كنتش بيني وبين الجميع، يعني ما كنتش تبقى سعيد قوي لما بيخش لك العيان ده، بتحس ان انت مش هتقدر تعمله اي حاجه. فدلوقتي عندنا الوسيلة أو الوسائل اللي ممكن إن إحنا على الأقل نقدر نقدم مساعدة لهؤلاء المرضى. فهنبتدي علشان ما نتأخرش قوي. مش عارف السلايد باين ولا؟ السلايد باين؟ هو أنا شايفاها يا دكتور، بس I'm not sure the audience بقى. Yes, it's clear بالنسبة لي. أوكي. طيب يعني زي ما دكتورة برضو جيهان قالت، الفياج رحلة العيان بتاع second progressive MS مهم جدا 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 إن أنا أعرف إيه الباثوجينيسيز of second progressive MS، وبالتالي احنا عارفين انه الام اس از الاول بيبتدي بانفلاماتوري بروسيس، وبعدين الانفلاماتوري بروسيس تبتدي على مدار السنين تبتدي تقل ويبتدي يخش في الكرونيك انفلاميشن وبعدين الديجنريشن. لما نوصل مرحله الديجنريشن خلاص انت بتبقى فات الميعاد، ما بتقدرش تعمل العيان اي حاجه. فمن هنا اهميه ان انت ريكوجنايز، ان انت تتعرف على ازاي الباثوجينيسيس بتاع السكند بروجريسيف ام اس بيحصل، ومن هنا اول ما بتحس ده او بتتعرف على ده اكت ايرلي، ان انت تبتدي تتصرف بدري، مش تستنى لما العيان يبقى كريبلد ومش هتقدر تقدم له اي مساعده. وبالتالي دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ان انت تتعرف على البوبوليشن، زي ما انا كنت بتكلم على البروجنوستيك فاكتورز، مين العيان اللي عنده بوتنشلي ان هو يقلب او يكونفرت تو سكند بروجريسيف، وبالتالي اكون عندي دواء الايم بتاعه او الهدف بتاعه مش انتي انفلاماتوري زي كل الادويه اللي موجوده الى الان، ان هي ليها دور كانتي انفلاماتوري دراجز او اميون موديوليتور دراجز، بتشتغل اساسا على الانفلاميشن. لما الاقي حاجه بقى بالتارجت الديجنريشن او نيورو ديجنريشن، ده شيء مهم، وزي ما قلت في الاول ده بفتح عظيم بيحسن اللونج تيرم اوتكم في عيانين السكند بروجريسيف ام اس. النمرة ثلاثة زي ما الدكتورة جيهان قالت برضو، أنا عندي في إيفيدنس، مش القصة خاضعة لا، ده في إيفيدنس إن في حاجة اسمها دواء اسمه سيبونومود، ده في اتعمل له ترايل أو خد أبروفل عن طريق الإكسباند ترايل، وأثبت أنه له فاعلية في عيانين الأكتيف سكندري بروجريسيف ام اس. هذه الترايل قعدت سنتين، وبعد في اوبن ليبل ستادي فكملت اكتر، فبالتالي الافيكاسي بتاعه هذا الدواء السيبونومود قعدت فتره اطول، وزي ما مكتوب كده في السلايد انه sustained efficacy in delaying disease progression. disease progression خلي بالك احنا اتنقلنا من مرحله الريلابسنج ريميتنج اللي هو عمال يتخبط ريلابسز اتاكس وبنعالجه بكورتيزون الى البروجريشن، وبالتالي اذا كان عنده هذا الدواء سيبونومود انه عنده الافيكاسي انه يعمل ديلينج للديزيز بروجريشن، وبالتالي ليه فايده مهمه جدا، وخصوصا لو زي ما هنعرف من هنسمع من الساده الزملاء الاعزاء حته الكوجنيشن اللي هي بتخفى علينا جميعا، احنا بيهمنا العيان بيتحرك ولا لا، في ويكنس، في تنميل، في اتاكسيا، لكن لازم نحط في اعتبارنا الكوجنيتيف بيرفورمانس. without any delay بقى احنا هنمشي في البروجرام بتاعنا.
دلوقتي يسعدني ان انا اقدم اخويا العزيز الحبيب محمد حجازي. محمد من حبيبي جدا ومن الناس الشطار جدا على مستوى الكلينيكال براكتس، واهم من الكلينيكال براكتس محمد شخصيه جميله ودوده طيبه ذو خلق، فيعني انا مش هتكلم عليه كتير لانه محمد يعني شهادتي فيه مجروحه. محمد هيكلمنا عن السكند بروجريسيف ام اس ان ذا سبوت لايت، في دائره الضوء، امباكت اوف ايرلي ام اس دامج. تفضل دكتور محمد. انا هستوب شيرينج ماي سكرين. دكتور محمد حجازي، بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه طبعا لازم اشكر دكتور ماجد على الكلام الجميل اللي قاله ده، طبعا انا ما استاهلوش كله اكيد يعني، بس دكتور ماجد بيحبني. طبعا بشكر نوفارتس على تنظيم الفعاليه اللي احنا بصددها دلوقتي دي. هو زي ما دكتوره جيهان قدمت ودكتور ماجد قال بعديها، احنا يعني دي فواياج او رحله يعني من ثلاث مراحل، والنهارده هي الكيك ستارت بتاعتها المرحله الاولى. فيعني المحاضره اللي انا هقولها دي يعني ممكن نقول انها بمثابه الانترودكشن لما سياتي بعد كده. يعني انا عارف دايما الكلام في الباثولوجي والباثوجينيسيس بيبقى يمكن ساعات دمه تقيل شويه، لكن يعني لابد منه، لابد ان احنا نفهمه. واعتقد ان احنا لو يعني لقينا ان هو ليه كلينيكال امبليكيشن وهيفرق على الديسيجن ميكنج وعلى الادويه اللي بنكتبها، فاعتقد ان احنا هيلاقي اهتمام ان احنا نفهم ونفهم ايه اللي بيحصل بالظبط عشان نبقى قادرين ان احنا ناخد الديسيجن السليم. وانا يعني تعمدت ان شاء الله ان انا مش هاطيل عليكم، يعني مش هتبقى محاضره طويله، واحاول ان انا يعني اوصل لكم زي ما بيقولوا الخلاصه، يعني الحاجه اللي احنا فعلا محتاجينها عشان نابلاي في الكلينيكال براكتس بتاعتنا. طيب هي حكايه وحدوته لازم تتحكي، هبتدي بيها عشان نعرف القصة ايه الكلام اللي ماشي دلوقتي في الموضوع السكند بروجريسيف ام اس ده. لو بصينا للتايم لاين كده بتاع الايفنتس، احنا لغاية 2013 كانت الدنيا ماشية طبيعي خالص، كل الابروف دي ام تيز فور ريلابسنج ريميتنج ام اس، ما عندناش اي دي ام تي ابروفد للبروجريسيف فورمز اوف مالتيبل سكلروسيس، وما عندناش available DMTs للسكند بروجريسيف ام اس. يعني ده اللي هي الستاندرد براكتس اللي احنا يعني معظم حياتنا قضينا بنبراكتس الام اس من خلاله. في 2013 حصل حاجه مهمه جدا، ان لوبلن عمل ريفيو للكلاسيفيكيشن الشهير بتاعه. كلنا طبعا عارفين الكلاسيفيكيشن الشهير بتاع الديز كورس بتاع الام اس، اللي هو البرايمري بروجريسيف والسكندري بروجريسيف والبروجريسيف ريلابسنج والريلابسنج ريميتنج، يعني كلاسيكي جدا وبناخده يمكن حتى من ايام الاندر جراديت، ويمكن لسه يعني في بعض الجامعات بتدرسه في الاندر جراديت كورس بتاعها لغايه دلوقتي. ده كان حاطه برده على فكره لوبلن في 2013 قرر يعمل ريفيجن للكلاسيفيكيشن ده. والجزء اللي يهمنا خصوصا النهارده اللي هو الكلاسيفيكيشن بتاع البروجريسيف ديزيز، ان هو دخل لنا تيرمز جديده اللي هي البروجريسيف اكتيف والبروجريسيف نون اكتيف. ان هو دخل ان احنا بقى عندنا two elements of progressive disease، progressive active و progressive not active. والprogressive active تحديدا ده هو لب القصة كلها. الجراف التقليدي جدا اللي احنا كلنا عارفينه وحافظينه ولا تخلو منه محاضرة MS، ويعني كلنا تقريبا مطبوع في دماغنا، اللي هو بيبين لنا ازاي القصة بتمشي من البداية. الام اس بيبتدي عندنا مينلي درايفد باي انفلاميشن في الاول، بيبقى انفلاماتوري ديزيز بالاساس، ده اللي هو الفتره اللي الديزيز فيها بيبقى في الريلابسنج ليميتنج فيز. واز الديزيز بروجريس ونخش على البروجريسيف فيز، على سكند بروجريسيف فيز، بيبتدي الانفلاماتوري كومبوننت يحل مع الوقت ويحل محله الديجنريتيف كومبوننت. فالام اس بيتحول من انفلاماتوري ديزيز لديجنريتيف ديزيز. معظم الادبيات وفي معظم التدريس وفي معظم كلامنا مع بعض في السنين اللي فاتت كنا دايما بنتكلم ان الام اس انفلاماتوري وبعدين بيقلب ديجنريتيف، لكن في واقع الامر هي القصه مش كده بالظبط. هو مينلي انفلاماتوري
في الاول، لكن هو الانفلاميشن ما بيروحش، هو الانفلاميشن بيفضل مكمل دايما. ما بناخدش بالنا من الحته الصغيره دي، الحته الصغيره دي اي نعم المريض كلينيكلي دخل في البروجريسيف فيز، اي نعم هو مينلي از ديجنريتيف ديزيز حاليا، لكن هو لسه في انفلاميشن. اي نعم مش زي الانفلاميشن اللي كان موجود في الاول، لا يعني طبعا اكيد لا، لكن ستيل في انفلاماتوري كومبوننت. الانفلاماتوري كومبوننت ده هو لب القصه. الانفلاماتوري كومبوننت ده يمكن يعني من الحاجات اللي بتدل عليه دي ستادي كانت اتعملت على بوست مورتم، يعني بعد الوفاه شرحوا البرينز بتاعت 52 مريض ام اس، ولقوا فعلا ان هم رغم ان المرضى دول لما توفوا كانوا خلاص ريتشد البروجريسيف فيز اوف ديزيز، كانوا خلاص سكند بروجريسيف ام اس، لكن لقوا في البرين بتاعهم ايفيدنس على ان هو كان في انفلاماتوري بروسيس ان جوينج ايفن هم خلاص كانوا في السكند بروجريسيف فيز، لقوا انفلاماتوري انفلتريتس، لقوا حتى ايفن النورمال ابييرنج وايت ماتر بتاعهم كان في انفلاماتوري كومبوننتس، كان في اكتيفيتد مايكروجلايا. فده يدل ان هو ايفن حتى يعني للاخر خالص حتى النهايه الديزيز بيفضل فيه انفلاماتوري كومبوننت. وهنا يعني بقى عندنا اهميه التغيير اللي لوبلين احدثه، ان احنا عندنا بقى الام اس في اكتيف بروجريسيف ام اس اللي هو عباره عن ام اس في انفلاماتوري كومبوننت. يعني عندنا كان عندنا بروجريسيف ام اس وبنسكت، لا بقى عندنا دلوقتي حاجه اسمها اكتيف بروجريسيف ام اس اللي هو عباره عن ام اس ويز اون جوينج انفلاماتوري كومبوننت، اللي هي الحته الصغيره اللي احنا شاورنا عليها دي. فهو ده بقى هو محور الحديث دلوقتي، وده بقى بتارجت للتريتمنتس، لان زي ما دكتور ماجد قال في المقدمه بتاعته احنا كل الادويه المتاحه عندنا كلها بالاساس انتي انفلاماتوري دراجز، فكلها بتارجت انفلاميشن. فعشان كده كانش بينفع ان احنا نعالج السكند بروجريسيف ام اس، لكن لما هيتغير دلوقتي الكونسبت بتاع الكلام ونقول ان البروجريسيف ام اس ان في منه حاجه اسمها اكتيف ام اس وان ده في انفلاماتوري كومبوننت، لا كده اصبح ده بوتنشال تارجت للميديكيشنز اللي هي تحت ايدينا دلوقتي بالفعل. طيب في مارس 2019 حصل حدث مهم جدا، ان هو الاف دي اي ابروفد المايزنت اللي هو السبينيمود اللي هو اول دراج يبقى، وساعتها كان الاونلي دراج اف دي ابروفد فور از ديزيز موديفاينج ثيرابي فور سكند بروجريسيف ام اس. طبعا ده كان حدث كبير جدا، احنا اخيرا بعد السنين دي كلها من التسعينات ان احنا كنا شغالين في الانترفيرونز اول حاجه ابروفد لغايه ما وصلنا اخيرا ل 2019 بقى عندنا الاول دواء ابروفد للسكند بروجريسيف ام اس، وكان حدث كبير جدا. جولاي 2019 حصلت مشكله، حصل حاجه غير متوقعه. الاف دي عملت حاجه غريبه جدا، ان هي عملت تشينج ليبل تقريبا لكل الادويه اللي موجوده عندنا اللي احنا بنعالج بيها الام اس، وزودت لها في الليبل بتاعها حاجه اسمها اكتيف سكندري بروجريسيف فجاه. وده كان حاجة يعني كونتروفيرسيال شوية، يعني مثيرة بالجدل. فجأة كل الأدوية خدت أكتف سي ام اس ليبل من غير ما يبقوا عاملين ترايلز. يعني سبيني مود زي ما احنا هنعرف مع نهاية الفواج بتاعتنا كان في ترايلز مهمة جدا بناء عليها البيفوتال ترايلز دي، السبيني مود أثبت ان هو ليه كلينيكال افيكاسي في عينين الأكتف سكندري بروجريسيف ام اس، وبالتالي خد الأبروفال ده. الأدوية التانية دي ما عملتش الكلام ده، ما عملتش الترايلز دي، ومع ذلك الـ FDA قرر في قرار controversial جدا على عكس البروسيس اللي عادتها النورمالي بتحصل لما تحب تغير ليبل بتاع دواء، قرر من غير ترايل خالص ان هو يديهم الليبل دي. كل الأدوية كل الأدوية، حتى تخيل حتى الانترفيرونز كمان، حتى الانترفيرونز كمان بقت approved by FDA ان هي تعالج الـ active secondary progressive MS. يعني كان أوكازيون الصراحة، يعني من خلال من تقريبا من جولاي لغاية أكتوبر اي شركه قدمت خدت الليبل على الاكتيف سكندري بروجريسيف ام اس. وده كان غريب برضو صراحه، وليه كونتروفيرشال اقول لكم، لان يعني في ادويه من بعض الادويه دي كان اوريدي عملت ترايلز وكلينيكال ترايلز ان هم ياخدوا الليبل بتاع الاكتيف سكندري بروجريسيف ام اس. هم حاولوا فعلا وعملوا ترايلز، في ترايلز عملوها على الانترفيرون، انترفيرون بيتا 1 بي والانترفيرون بيتا 1 اي، الناتاليز عملوا له ترايل، دايموسلفينات عملوا بترايل، والترايلز دي كلها يا اما طلعت نيجاتيف ريزلتس، يا اما في بعض الترايلز الشركات نفسها قررت ان هي تعمل لها ابورت قبل ما تخلص لان هم كانت الريزلتس طالعه انفيفربل. فهي الادويه دي مش بس ما عملوش كلينيكال ترايلز عشان يبروف افيكاسي في السكند بروجريسيف ام اس، لا ده في بعضهم كمان كان عامل اوريدي ترايلز والترايلز فشلت ورغم ذلك خد الليبل. عشان كده طبعا القرار كان كونتروفيرشال، كان مثير للجدل جدا. طيب خلينا بقى نخش في النيوروباثولوجي.
النيوروباثولوجي زي ما قلت احنا عندنا انفلاماتوري كومبوننت، الانفلاماتوري كومبوننت ده موجود في البروجريسيف ام اس. طب خلينا نبص بص على الانفلاماتوري كومبوننت، هل الانفلاميشن اللي موجود في الاول في الريلابسنج ليميتنج فيز هو هو نفس الانفلاماتوري كومبوننت اللي موجود في البروجريسيف فيز؟ يعني هل الانفلاماتوري كومبوننت او الانفلاماتوري ديزيز بروسيس اللي موجوده عند العيان في الاول وهو ريلابسنج ليميتنج لسه قبل ما يسستين ديسابيليتي هي نفس الانفلاماتوري كومبوننت اللي موجوده عنده بعد ما دخل في الديجنريتيف فيز وبقى بروجريسيف وبقى عنده ديسابيليتي؟ اول حد تاكل النقطه دي كان جويترز. جويترز ده يعني شغال في امستردام في هولندا، ونشر الثيوري دي مع رفاقه في نيتشر ريفيوز في 2012، والصراحه كانت يعني بيبر يعني كانت مهمه جدا، وهي اساس الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هي الانسايد اوت اوتسايد ان موديل. هو اتكلم ان احنا عندنا تو تايبس اوف انفلاميشن، عندنا انفلاميشن اون جوينج في البريفري، في البريفرال بلود، في البريفرال ستريم، ده اللي هي القصه التقليديه اللي احنا عارفينها بتاعت التي سيل اللي بتكروس البلود برين بارير وتعمل دي مايلينيشن وبتكروس البلود برين بارير وتعمل ديجنريشن في سي ان اس، وعندنا يعني انفلاميشن جاي من اوتسايد سي ان اس اوتسايد لجوه اوتسايد ان اوتسايد سي ان اس لانسايد سي ان اس. طيب والجديد اللي اضافه ان احنا عندنا كمان حاجه اسمها انسايد اوت موديل، لا احنا عندنا انفلاميشن بيبتدي من جوه السي ان اس. ازاي يا عم يعني ايه يبتدي من جوه السي ان اس؟ قال لك السي ان اس ده مش بيحصل فيه ديجنريشن، مش فيه دي مايلينيشن بيحصل، وفي باي برودكتس تكسير، في مايلين باي برودكت، وفي اكزونز بتتكسر، وفي باي برودكتس للتكسير ده انتيجينيك بروتينز وليبيدز وكده. قال لك الباي برودكتس بتاعت الميتابوليزم او بتاعت التكسير او بتاعت الدامج اللي بيحصل جوه السي ان اس، الباي برودكتس دي هي نفسها بتعمل انفلاميشن وبتريجر انفلاميشن يبتدي من داخل السي ان اس نفسه، وده بنسميه الانسايد اوت موديل. فاذا قال لك في تو تايبس اوف انفلاميشن، في انفلاميشن من بره لجوه ومن جوه لبره، من بره لجوه ده اللي احنا عارفينه العادي، وواحد تاني بيبتدي من جوه، ده اللي هنتكلم عليه بالتفصيل دلوقتي. والصراحه ان هو يعني الحاجتين شغالين مع بعض، يعني هو مبتدئين من الاول، يعني هو مش فيش حاجه فيهم بتسبق الثانيه، يعني ما اقدرش نقول ان ده اللي عمل ده او ده اللي عمل ده، لان يعني حتى الجراف اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو لسه كنا شارحينه من شويه، لو جربت تلعب فيه كده شويه قلبته كده فهتلاقي ان برضو زي ما قلنا الانفلاميشن مكمل للاخر، فهو الديجنريشن برضو مبتدي من الاول، يعني هو برضو في الاول صحيح مينلي الانفلاميشن هو الدومينيتنج، لكن هو لسه في ديجنريشن بيبتدي من الاول. الديجنريشن ده يمكن احنا مش بنحس بيه عشان بيبقى في حاجه اسمها نيورولوجيكال ريزيرف في الجراف ده، انا بحبه جدا لان هو بيبين لنا القصه بتحصل ازاي. الخط المنقط اللي بالعرض ده كلينيكال ثريشولد، ده اللي هو اللي بيمثل تحتيه النيورولوجيكال ريزيرف. العيان بيبقى عنده ongoing activity شغال from day one even من قبل ما يتشخص، even هو radiologically isolated syndrome هو clinical isolated syndrome في ongoing activity طول الوقت، لكن العيان مش بيمانفست clinically غير لما neurological reserve بتاعه بيبقى exhausted ومش قادر يكمبنسيت الديفيسيت، فيبتدي العيان يمانفست بريلابس او هكذا. على الاخر بيبقى neurological reserve ده خلاص كونسيومد، فيبتدي العيان يخش في السكند بروجريسيف اللي هي المرحله اللي العيان فيها ما بيبقاش قادر يكمبنسيت، والريزيرف ده مش قادر يكمبنسيت فيبقى سكندري بروجريسيف ام اس. عشان كده الجزء اللي هو بيبقى الديجنريتيف اللي موجود في الاول ده بيبقى متداري، بيبقى مستخبي، ما بنبقاش حاسين بيه. طيب يبقى الاجابه بمنتهى البساطه هم نوت ذا سيم، هم نوت ذا سيم، وده يمكن اللي يفسر ليه في ادويه اشتغلت وفي ادويه لما اتجربت ما اشتغلتش، لان هو في ادويه ديزايند زي ما هنعرف مع اخر الفواج بتاعتنا يمكن في اخر مرحله، ان في ادويه الديزاين بتاعها نفسه والبروبرتيز بتاعتها يسمح لها ان هي تبقى افكتيف في هذا التايب اوف انفلاميشن، في هذا الباثولوجي المختلف عن الباثولوجي اللي يبقى موجود في الاول. الباثولوجي بتاع السكند بروجريسيف مختلف عن الباثولوجي بتاع الريلابسنج ليميتنج ام اس، وبالتالي مش بالضروره ان انت انتي انفلاماتوري وخلاص تبقى شغال وافكتيف في الريلابسنج ليميتنج ام اس ان انت هتبقى افكتيف في السكند بروجريسيف ام اس، وده اللي اثبتته الكلينيكال ترايلز اللي هي فيلد قبل كده. طيب خلينا نراجع مع بعض كده، ده الجراف ده يعني طبعا مشهور قوي، ده اللي هو البيزك باثوجينيسيس اوف ام اس اللي احنا كلنا عارفينه وكلنا بنشرحه دايما، ان احنا عندنا lymphoid organs او lymph nodes بتبقى عندنا فيها تي سيل، تي سيل دي بتبقى نايف لسبب ما احنا لسه مش عارفين نحط ايدينا عليه، التي سيل دي بتبقى sensitized against المايلين، وبعد كده بتخرج بيحصل لها اجريس من الليمفويد سيستم،
للبلود ستريم تبقى ماشيه في البريفرال سيركيوليشن، وبعد كده التي سيل اللي هي سنسيتايز اجينست المايلين دي تبتدي تعمل كروسنج للبلود برين بارير، تعدي البلود برين بارير، وبعد ما تعدي البلود برين بارير وتبقى موجوده جوه السي ان اس تبتدي سنسيتايز تي سيل اجينست المايلين دي تهاجم المايلين وتعمل الدي مايلينيشن والقصه اللي احنا كلنا حافظينها. ده الكلاسيك تيتشنج، وده اللي هي الاوتسايد ان سيري فروم اوتسايد السي ان اس تو انسايد السي ان اس، ده اللي هو بنسميه البريفيرلي دريفن انفلاميشن. بريفيرلي دريفن انفلاميشن ده سهل وبسيط، وده ده مش جديد. ده انفلاميشن بريدومينانت في ريلابسنج ليميتنج ام اس بيحصل من سيركيليتنج اميون سيلز اللي هو بيعمل الريلابسز اللي احنا عارفينها. طيب خلينا نخش بقى على التاني اللي هو يمكن احنا ما سمعناش عنه كتير وهو محور الكلام ده النهارده، اللي هو النوع التاني اللي هو انسايد اوت انفلاميشن، اللي هو السي ان اس ريزيدنت انفلاميشن. الانفلاميشن اللي بيبتدي من جوه السي ان اس اللي هو بيبقى بريدومينانتلي موجود في البروجريسيف ام اس، وبيحصل لما الاميون سيلز تكروس البلاد برين بارير وتبقى ترابت جوه، تبقى ايه ترابت في السي ان اس. وركزوا هنا معايا على كلمه ترابت، ان السيلز دي بتبقى ترابت جوه سي ان اس. طيب الترابنج ده بيحصل ازاي؟ ده يهمنا ان احنا نتكلم هنا عن البلاد برين بارير. هو البلاد برين بارير جزء مهم في القصه. لو بصينا على فرق اساسي بين الريلابسنج ليميتنج ام اس والسكند بروجريسيف ام اس هو البلاد برين بارير. الريلابسنج ليميتنج ام اس البلاد برين بارير بيبقى بريتشد، بيبقى مفتوح، تي سيلز بتقدر تعدي وتخش جوه وتعمل سنترال دامج. لكن في السكند بروجريسيف ام اس البلاد برين بارير بيبقى انتكت، فبتبقى الانفلاماتوري سيلز دي ترابت جوه سي ان اس، عشان كده بيسموه سي ان اس ريزيدنت انفلاميشن. كلنا عارفين ازاي التي سيل بتعدي البلاد برين بارير، عن طريق ان هي بت 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 بتمسك بادهيجن مولكيول في الاندوثيليال سيل، وبعد كده بتسكريت ماتريكس ميتالوبرونيز ميتالوبروتينيز وتعدي الناحيه الثانيه عشان تخش السي ان اس. وده يمكن كلينيكلي من القطب الام ار اي، زي ما الليمفوسايت هتعرف تعدي الجادولينيوم بيعرف يعدي وبيستين الاكتيف ليجنز، وهنا بنعرف ان الحته البلاد برين بارير از بريتش. الحته دي الحته اللي الكونتراست بيعدي منها ويستين الليجنز بنعرف ان دي اكتيف ليجنز، وان البيري فاسكولار انسيليوم في الحته اللي الليجن دي فيها از بريتش. فده دليل ساين اوف اكتيفيتي، معناه ان احنا لسه في الريلابسنج ليميتنج فيز. بينما احنا كلنا عارفين ان في البروجريسيف، خلينا بقى نقول الترمينولوجي الجديد بروجريسيف ان اكتيف، لو عملت نفس الاستادي دي هتلاقي ان البلاد برين بارير بيبقى انتكت، عشان كده تلاقي العين اللي هو بروجريسيف ان اكتيف لو عملت له ام ار اي برين وذ كونتراست هتلاقي ان هو الكونتراست ما بتاخدش، ان هو العين بتعمل له الفيلم اللي بالصبغه بيطلعش فيه انهانسمنت خالص، لان خلاص البلاد برين بارير قفل. نرجع تاني، يبقى احنا كده اتكلمنا على الاوتسايد انسايد ثيوري اللي هي البريفير دريفن. خلينا نخش على السي ان اس ريزيدنت انفلاميشن اللي هو الجزء الثاني او الوجه الثاني اللي هو الانسايد اوت ثيوري. ده بينقسم لنوعين، بينقسم لاميون ديبندنت واميون اندبندنت. اميون ديبندنت اللي هو في 3 كي بلايرز مهمين جدا نحفظهم، المايكروغلايا والاستروسايتس والبي سيلز. المايكروغلايا والاستروسايتس والبي سيلز دول الثلاثه بلايرز من الاميون سيستم اللي بيبقوا انفولفد في الاميون ديبندنت بارت من السي ان اس ريزيدنت انفلاميشن. لو بصينا يمكن كده على الايفيدنس من الريسيرش دي، بيبر كانت منشوره في انالز اوف نيورولوجي في 2016، كانت بتتكلم على الفانكشنال ايمجينج. عملوا ستدي بالبيت سكان، جابوا تريسر مخصوص اللي هو اسمه زي ما انتم شايفين كده انا مش حافظه، اللي هو CTBR28. التريسر ده بيتريس حاجه اسمها TSPO. TSPO ده اللي هو بيسموه ترانسلوكيتور بروتين، والترانسلوكيتور بروتين ده بروتين ماركر للاكتيفيتد مايكروجلايا. فاكرين ال 3 بلايرز اللي قلنا عليهم، مايكروجلايا استروسايتس بي سيلز. المايكروجلايا عشان نتريس الاكتيفيتي بتاعتها ماركر مهم جدا هو ترانسلوكيتور بروتين او TSPO ده. والتريسر اللي احنا قدرنا نعمل له ديفلوبمنت نستخدمه في البيت سكان هو التريسر ده. هم جابوا العينين وحقنوهم بالتريسر ده وقدروا ان هم يتريس الارياز اللي في الكورتكس اللي فيها اكتيفيتد مايكروجلايا في عينين البروجريسيف ام اس. فلقوا ان الاكتيفيتد مايكروجلايا تقريبا موجوده وكوريليتد مع الديجري اوف جراي ماتر اتروفي ومع البروجريسيف ديزيز الجراي اتروفي والحتت اللي فيها انفلاميشن في الكورتكس اللي هي المين كومبوننت اللي بيبقى افكتد في عينين البروجريسيف ام اس. دي ستادي ثانيه من 12 في مجله برين
والاستاذ دي من الجروب ده لاسمان. لاسمان ده واحد من اهم الناس اللي بتتكلم على الباثولوجي بتاع الام اس يعني، او خلوني اصلح، هو اهم حد بيتكلم على الباثولوجي بتاع الام اس، يعتبر الجاد فازر بتاع الباثولوجي في الام اس. فهو نشر البيبر المهمه دي في برين. البيبر دي برضو بتبين لنا ازاي ان الاكتيفيتي بتاع المايكروجلايا is correlated مع الباي برودكتس بتاعت الديجنريشن. يعني المايكروجلايا الاكتيفيتد مايكروجلايا دي، مع ان دي يعتبر انفلاماتوري كومبوننت مهم من الاميون سيستم الاكتيفيتد مايكروجلايا، لكن رغم ذلك لقوها ان هي correlated مع الديجنريتيف بروسيس من الديجريديشن برودكت بتاعت الاكسونز. فاذا الديجريديشن او الديجنريشن او اللوس بتاع الاكسونز في اكشوالي احنا قدرنا نبروف ان هو كلينيكالي او خلينا اقول لابراتوري كولريتد مع الانفلاماتوري كومبوننت اللي هو الاكتيفيتد مايكروجلايا. افكار تاني، مايكروجلايا استروسايتس بي سيلز، دي بيبر تانيه مهمه اتنشرت بتتكلم على الباف. ايه الباف ده؟ الباف ده اللي هو بيسموه بي سيل اكتيفيتنج فاكتور. بي سيل اكتيفيتنج فاكتور ده البلاير الثالث اللي احنا قلنا عليه بي سيل ده، لقوا ان هو في عينين الام اس بيبقى 10 فولدز هاير ذان النورمال سي ان اس تيشو. يعني لو جبت ليجن ام اس وتيشو تاني نورمال ما فيهوش ليجن، هتلاقي ان الكونسنتريشن بتاع الباف ده في الليجن تقريبا 10 فولز، 10 اضعاف الكونسنتريشن بتاعه في النورمال تيشو. الباف ده او البي سيل اكتيفيشن فاكتور ده اصلا سكريتد بمين؟ من الاستروسايتس اللي هو البلاير التالت. يعني كده المثلث اكتمل، المايكروجلايا والاستروسايتس والبي سيل اكتيفيتنج فاكتور اللي هو كي بلاير مهم جدا. عارفين كلنا الدور اللي بتلعبه البي سيلز في الانفلاماتوري بروسيس وفي الديزيز باثوجينيس بتاع الام اس، وازاي ان هم لقوها ان هي البي سيلز دي بتبقى بوبيليتد في البرين جوه السي ان اس وبتعمل اجريجيتس اللي هي لقوها سيلينت فيتشر ومميزه جدا في عينين البروجريسيف ام اس في الباثولوجي بتاعها. طيب كده ده الاميون ديبندنت، الجزء الاميون ديبندنت اللي هم الثلاثه بلايرز اللي قلنا عليهم. طب في جزء تاني اميون اندبندنت، وده اسهل، ده اسهل بكتير. ليه؟ لان هو كلام مكرر ومحفوظ كلنا حافظينه من تقريبا من كل الاوتو اميون ديس اوردرز، ميتوكوندريال فيلير، رياكتيف اوكسجين سبيشيز، اوكسيديتيف ستريس، ايونيك امبالانس، جلوتاميت وكالسيوم انفلكس. القصه المعهوده اللي هي تقريبا موجوده كوبي بيست في كل اوتو اميون ديس اوردرز كلنا حافظينها عن ظهر قلب، ومع ذلك يعني موجوده عندنا هنا برضو. وتدي ده اكيد. والميتوكوندريال فيلير في ريسيرشز كتير جدا طلعت ان هو ناتج عن ميوتيشنز. الميوتيشنز دي لقوا ان هي سبيسيفيك لعينين السكند بروجريسيف ام اس، وده يمكن خلى البعض يذهب بيه الشطط ان هو يقول لك ان ده طلع ديزيز مختلف خالص السكند بروجريسيف ام اس ده، لان انا لقينا في ميوتيشنز في الميتوكوندريا بتميزه عن الريلابسنج ليميتنج ام اس، فده اكيد ديزيز مختلف. طبعا دي نظريه لم تبقى قبول، لان معظم العينين دول اصلا احنا عارفينهم من الاول هم ريلابسنج ليميتنج ام اس، لكن النظريه دي ليها بعض القبول في البرايمري بروجريسيف ام اس. فعلا في ناس كتير دلوقتي بتتجه ان البرايمري بروجريسيف ام اس بنسبه كبيره هو يبدو ان هو يعني قصه ثانيه لوحده خالص، ويمكن المستقبل يخبي ان البرايمري بروجريسيف ام اس ده يتفصل زي ما الان ام او اتفصل بعد ما كان زمان برضو بيعتبروه جزء من الام اس. الجزء الثاني اللي هو بتاع الجلوتاميت اكسيتوتوكسيستي، ان احنا بيبقى عندنا اكسس اكسترا سيلولار جلوتاميت اللي هو بالتالي بيؤدي لكالسيوم انفلكس جوه الخليه، والكالسيوم انفلكس بيشد معاه الصوديوم بعد كده وبيعمل سيل ديس في الاخر. دي يمكن طريقه ثانيه بتسمرايز القصه دي، وانا الصراحه شايف يعني اي حد بالذات الجماعه اللي مسجلين بوست جراديت ماجستير او دكتوراه يعني ممكن دي حاجه تعتبروها حاجه للتخشيش كده. انت ممكن تاخد دي كده وتحطها في الباثوجينيسيس بتاع اي اوتو اميون ديس اوردر ومحدش هيغلطك وهي تبقى صح 100%. احنا عندنا انفلاميشن درايفد بالرياكتيف اوكسجين سبيشيز والميتوكوندريال فيلير، وعندنا جلوتاميت اكسيتوتوكسيستي بتعمل كالسيوم انفلكس، ده كله في الاخر بيعمل ايونيك ديسربشن وانرجي فيلير، وبالاخر بيعمل انكوتيك سيل سويلنج ودامج للسيل اللي هو في الاخر بينتهي بسيل هايبوكسيا اللي هي بتترجم باكسون ديجنريشن واكسون لوس اللي هو كلينيكالي بنشوفه في شكل الديسابيلتي اللي بيسستين عيان الام اس. عشان نلم كده الدنيا، يبقى احنا عندنا الانفلاميشن في الام اس نوعين، انفلاميشن في البريفري الاول اللي هو البريفري دريفن انفلاميشن او الاوتسايد ان ثيوري اللي هي الكلاسيك ثيوري اوف باثوجينيسيس اوف ام اس، وعندنا السي ان اس ريزيدنت انفلاميشن اللي هو الانسايد اوت ثيوري اللي هو انفلاميشن اللي من جوه السي ان اس. والسي ان اس ريزيدنت انفلاميشن ده بيتقسم لاميون ديبندنت واميون اندبندنت. اميون ديبندنت ده فيه ثلاثه كي بلايرز، المايكروجلايا بنسبه كبيره وتساعدهم الاستروسايت والبي سيلز،
وإيميون إندبندنت اللي هو الكلاسيك ثيوري بتاعت الرياكتيف أوكسجين سبيسيز والميتوكوندريا والأكسيديتيف ستريس والإكسايتو توكسيستي. وكل ده في الآخر بيؤدي لإيه؟ بيؤدي لسيل وأكزونال ديس. تو سمرايز يعني انا ما بحبش اقرا تكست كتير بس التكست ده انا مش واخده كوبي بيست ده انا اللي كاتبه يعني فانا ده يعني زي ما تقولوا الخلاصه ان هو السكند بروجريسيف ام اس ماي سيم كلينيكالي اند باثولوجيكالي ا بارت اوف ذا هول ديزيز سبيكتروم اند ا كونتينيويشن اور ناتشرال هيستوري ايفولوشن اوف ريلابسنج ريميتنج ام اس. يعني يبدو ان السكند بروجريسيف هو فعلا ده عيان ريلابسنج ام اس وده التطور الطبيعي بتاعه بس في الحقيقه واضح جدا ان الانفلاماتوري كومبوننت بيديفر جريتلي بين الريلابسنج ريميتنج ام اس والسكند بروجريسيف ام اس لدرجه ان هو ممكن يعتبر كانه ديزيز مختلف تماما. اتمنى ما كنتش اطلت عليكم واتمنى ان المحاضره ما كانتش مزعجه وشكرا جزيلا لحسن الاستماع. شكرا خالص يا محمد شكرا جزيلا. بالعكس انت يعني في امور كتير صعبة جدا انا يعني مشفق عليك في تحضير الحاجات بسلاسة شديدة يعني. شكرا جزيلا و يعني بدعو الناس اللي اي حد عنده تساؤل بالنسبة لمحاضرة الدكتور محمد او فيما بعد بالنسبة لمحاضرة الدكتور حاتم يحطوا الأسئلة في الكيو اند اي بار وعشان نشوف في الآخر إذا كان في أي أسئلة هنعرضها يعني. طيب دلوقتي هننتقل للسبيكر التاني برضو أخويا الحبيب العزيز الأستاذ دكتور حاتم سمير. ودكتور حاتم هيكلمنا عن برضو secondary progressive MS هتكلم على detection and diagnosis ازاي نقدر ان احنا ندتكت الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني بشكر نوفالس على الميتنج الجميل دوت والحقيقة انا استمتعت قوي بمحاضرة الدكتور محمد سهل الممتنع دايما دكتور محمد حجازي. يعني البرزنتيشن بتاعتي هتبقى continuation للدكتور محمد قاله ترجمة دوت how to translate بقى الباثولوجي اللي بيحصل على الكلينيكال. فإحنا هنتكلم على clinical basis أو clinical scenarios أو كأننا قاعدين في العيادة هناخد اللي الدكتور محمد قاله ونشوف إيه اللي ممكن العياني present بي وإيه خلينا نقول red flags أو warning signs أو كليماكس ممكن أقول عند النقطة دي أنا هبدأ أغير فكري بالنسبة للأوفرلوك بتاعة العيان. ده الديسكلوجر بتاعي. الحقيقة أنا هبدأ يعني بالسلايد ده إن دايماً السموثي ما بيعملش تالنت سيل. احنا محتاجين رفسي علشان نبقى stronger والtough time دايما بيبيلد اب البيبل in a great way وبالتالي disease progression محتاج talented physician علشان لما العيان في الاول بيبقى بيروح وبيجي وبيجري وبيتحرك وبس القصة psychologically انا خايف يحصل لي progression الواحد بيبقى يعني خلاص انت بتاخد الدواء وخلاص لكن وانس ان ابتدى يحصل لخبطة في العيان في مشيته في عينه في اتاك غير متوقعة في MRI يبدو مش expected بالنسبة لك لا بتبدأ انت يعني قلبك يتقبض كده وبتبدأ تشوف انت لا احنا ماشيين في انهي سكة طب هغير طب هعمل حتى قبل ما تكشف على عيان انت بيبقى جاي وهو داخل عليك لا مش ده اللي كان موجود عندي قبل كده وبالذات لو انت بتعمل فيديو تيبنج للعيان which is I يعني I recommend يعني strongly ان عيانين كتير قوي نعمل لهم فيديو تيبنج عشان نقدر بعد كده نفولو العيانين دول بالذات لو هم في حتة بتاعة transition او انا الان من الكلينيكال يعني فوركاستنج اللي جاي. طيب انا هنخش ان المحاضره بان الام اس ايسبرج
يعني اللي انا بشوفه في العيان هو الريلابسز، هو الانكونفيرمد ريلابسز او انريبورتد ريلابسز، هو الكلينيكال ديزيز بروجريشن، لكن ده اللي باين لي فوق السطح. لكن بلو سيرفيس اللي الدكتور محمد الحقيقه قال الميكروسكوبيك باثولوجي، الميتوكوندريال انرجي فيلير، فوكال ليجنز بتحصل يمكن في نورمالي ابيرنج برين تيشو، يبدا يحصل اكزونال ديجنريشن حتى ايرلي وتطلع النيو فيلامنتس السيتوسكيلتون بروتينز اللي بتطلع من الاكسونز نفسه، ودي لو عندي بايو ماركر يشوفها ده هتبقى حاجه كويسه قوي، لكن ستيل انا ما بشوفهاش بعيني وانا قاعد في عيادتي. كمان بيبدا يحصل هيدن ديفيوز باثولوجي عند العيان، ويمكن برضو ما يعني ما يبقاش مانيفيستد كليرلي على المستوى الكلينيكال، لكن وانس ابتدى يحصل فوكال ام ار اي اكتيفيتيز انا ببدا اشوفها بقى، وببدا اشوف ام ار اي اكتيفيتي لكن برضو على مستوى سب كلينيكال، لكن كلينيكال وايز انا بشوف الريلابسز والبروجريشن. الهدف بتاعي الحقيقه ان انا اوصل العيان ده للندى وامنع الاند اورجن دامج، يعني خلينا نقول الترم ده بتاع جوفانوني اللي هو انا بحاول على قد ما اقدر امنع الايريفيرسبل وان واي تيكت اللي العيان هيروح مش هيرجع بعد كده بيها. وده دوري في الحته بتاعه الريلابسنج ريميتنج. لما اجي بقى ادخل للسكند بروجريسيف هنشوف ازاي افولو البروجريشن. يبقى ده نقطتين اللي هتتناولهم المحاضره الحقيقه، نقطتين ازاي اشوف العيان بيترانزيت لسكند بروجريشن فينوتايب، وازاي الترانزيشن ده اديتكت بدري، وفي نفس الوقت بقى لما يخش في البروجريشن ازاي امنع البروجريشن. احنا اتفقنا ان انا عندي كلينيكال ثريشولد بيبدا العيان بديمايلينيشن ويبدا يظهر لي بفيرست اتاك اللي هو يمكن تكون سي اي اس. طبعا الجراف ده شهير جدا، بس انا عايز يعني احط بوينتس كده ونقولها مع بعض وتبقى ده اللانجوج بتاعتنا، ان العيان يحصل له اكيوت انفلاماتوري ديمايلينيشن ده هيبقى ريلابس بناء على الباثولوجي اللي قاله الدكتور محمد. ابتدى يحصل سبسايدنج للانفلاميشن، العيان هيخش في ريميشن. بالعيان كل شويه هيخش في انفلاميشن وسبسايدنج للانفلاميشن، لكن ات سيم تايم مع كل انفلاميشن بيحصل اكزونال دامج، وبيحصل فروم ايرلي. لو انت شفت الجراف احنا بيحصل من تحت خالص، ده من قبل ما حتى العيان ده يتشخص سي اي اس، وده اللي هيبقى ريفلكتد ليتر اون على لونج تيرم جيرني بتاعتك مع العيان على ديسابيليتي بروجريشن. القصه بتاعه الام ار اي اللي انا دايما بطلبه، والحقيقه في من وجهه نظري يعني ان في ميس يوز للام ار اي في اوقات كثيره جدا. الناس بتعمل ام ار اي كل 3 اشهر في اوقات، كل 6 اشهر، لكن يعني خلينا نتكلم فيها ليتر في المحاضره. لكن لو انت عملت الميس يوز دوت هتلاقي الاكتيفيتي اوفر تايم بتبدا تقل. يعني ده ايه ده؟ يبقى ده يساوي ان الانفلاماتوري بروسيس هي اللي بتعمل الاكتيفيتي بتاعت الام ار اي، اللي هو هيبدا حبه حبه يقل ويبدا يحصل لي ديفيوز برين فوليوم لوس، وهي دي اللي انا ببدا اشوفها وابدا الاحظها. واحنا بنلهث ورا متريكس معينه عشان تقيس لنا الفوليوم في ظل الظروف اللي احنا مش موجود معانا الثري دايمنشن بطريقه وايدلي سبريد في المراكز بتاعه الاشعه وخلافه، يعني الحاجات التانية اللي احنا عايزين نديتكت بيها البرين فوليوم. خلينا نشوف السيناريو ده. عيانه في نوفمبر 2017 دي كانت مشيتها اتاكسيك سبلاستيك، عيانه ام اس عندها 48 سنه بقى لها فتره ام اس
ودي كانت مشيتها شيز يعني الحقيقه ساتسفايد وخلاص وقانعه بده. جالها اتاك في فبراير 2018 وجالها سيربيلو بيراميد اتاك، اتعالجت وخدت سوليمدول وتحسنت، لكن ستيل بعد ما الاتاك خلصت بحوالي 8 اشهر هي بقت تمشي بعصاية. يعني هو ده الفرق في سنة تقريبا، هي معناها ماشية على الميديكيشنز بتاعتها، والأتاك خدتها لأنها كان حصل نون أدفرنس، وده نقطة برضو مهمة قوي إنك في الريليشن شيب بتاع الدكتور العيان الأدفرنس والكومبلاينس is very important. طيب هو definitely الست دي حصل لها increase في الويت بتاعت الديسابيليتي بتاعتها، يعني الديزيز ويت بتاعها زاد. احنا الديزيز ويت دايما بيبقى من زيرو او واحد، واحد ديث وزيرو ما عندوش حاجة، فهنقول الديزيز ويت بتاعها زاد. هو السؤال الريلابس اللي حصل كان معاها associated worsening وفضل، ولا ريلابس جات وعدت وهو كده كده كان في ديزيز بروسس شغالة وعملت disability progression. طب هي خلاص في الاخر بقت progressed، هو في فرق بين الاثنين سيناريوز ولا لا؟ خلينا نشوف. عشان اشوف دوت لازم نحكي القصة من الاول بحاجة اسمها disease stratification. انا عندي خمسة terms: ال RIS، ال CIS، ال relapsing forms of MS، ال second progressive MS، وبعدين في فورم تاني انا حطيته الحقيقه الترانزيشنال ام اس. الترانزيشنال ام اس مش كاتيجوري انا بحطه، لان هو غالبا العيان ده يعني قطع التذكره عشان يخش في السكند بروجريسيف فيز. الار اي اس كتير منه، احنا عارفين النسب اب تو 30% في 5 سنين بيقلبوا ام اس. سي اي اس ممكن يقلب ار اس، الار اس ممكن يقلب تي ام اس اللي هو يقلب الـ SBMS، لكن كمان الـ CIS ممكن يقلب بعد شوية SBMS، which is very important إن أنت تتake care من إيه الفاكتورز الـ predictors. العيان جاي لك بـ CIS ممكن بعد سنة تبص لإيه واحد داخل في progression، وكمان الـ RMS بيدخل على طول من غير transition في progressive MS، وبيبقى العيان ده عنده في الأول predictors واضحة جداً ان هو ممكن يبروجرس، لكن في اوقات كتيره جدا الواحد بيبقى زي مش عايز يشوف ده. ده بيحصل يعني بيرسونالي معايا، لا مش عايز اشوف ان هو بيبروجرس وهو ماشي على الدواء اللي بياخده، سواء كانت انجكتبل فيرست لاين والدنيا كويسه، بس هو سموكر، ستريسز كتيره، الام ار اي في ليجنز كتيره، كذا كذا، لا العيان ده مش مريحني. هي دي القصة، عيان ده مش مريحني. دي احنا هنشوف ازاي نريح نفسنا بقى فيه. زي ما الدكتور محمد حجازي قال، لوبلين عمل تغيير في 2013-2014 قصة الاكتف والنون اكتف، وذر انا ريلابسنج ولا بروجريسيف. بس هو السؤال بقى كلينيكال وايز، هو يعني ايه اكتف ونون اكتف، ويعني ايه بروجريشن وذاوت بروجريشن. الاكتيفيتي الديفينيشن اللي هو حطه في البيبر بتاعته في الكلاسيفيكيشن، الكلينيكال ريلابس اند اور ام ار اي. والام ار اي احنا عندنا دايما ثلاث حاجات، يا اما جادولينيوم انهانسينج ليجن، يا اما نيو تي 2 ليجن، يا اما انلارجنج ان ايكويفوكالي انلارجد تي 2 ليجن، يا اما بروجريشن. والبروجريشن قال حقيسه بالكلينيكال ايفالويشن at least once yearly، وده معناها ان هو حط limit time interval لسنة عشان اقول progression. ودي في الديفينيشن بتاع الـ SBMS الحقيقة سنة. طيب العيان هيحصل له disease activity انا بشوفها بريلابس او بشوفها بـ MRI، وان term of disease activity العيان هيخلص من الريلابس يا اما بدون ورسني، يا اما العيان من الاصل انا نجحت نجاح باهر ان انا خليته عنده نيدا او ديزيز اكتيفيتي فريدم اللي هو الداف، اللي كانت زمان بتتقال اسمها داف
دلوقتي بقى اسمها نيدادافدا ايام الانترفيون، كانت disease activity free status. طيب العيان خلص الريلابس وحصل له worsening معاها او ما حصلوش، وعشان اقول definition of worsening in relation to relapse، العيان مش هيرجع للبيزلاين وهستنى 3 اشهر او 6 اشهر او 12 شهر according للديفينيشن اللي انا هعمله علشان اقول ان العيان ده حصل له progression. طب هو progression ولا worsening؟ هم جم قالوا خلينا نتكلم مع بعض، ان العيان ده لو بيحصل له relapses وثابت residual فانا هقوله ده worsening، ده term هنتفق عليه مع بعض عشان ما بقاش confused بعيان progression. وانا شايف ان الترم ده او الديسكريميشن والديستينكشن ده مش سليم قوي. هنشوف دلوقتي ازاي. يا اما العيان ما حصلوش ريلابسز وبيحصل له البايرا اللي هو بروجريشن اندبندنت اوف ريلابسز اكتيفيتيز. طيب هل في تولز عندنا عشان اقيس الاوتكم او في ميتريكس معينه؟ في تولز كلينيكال وبارا كلينيكال اللي انا هجمعها مع بعض واسميها بايو ماركرز. وهنشوف دلوقتي كلمه بايو ماركرز دي what does it mean، الكلمه نفسها. وفي عندي بريدكتورز للاوتكم وهاو كان اي فوركاست فور ذا كامينج سيناريو فور اور بيشنتس. عشان اسس البروجريشن انا طبعا بعتمد يعني بنسبه تزيد عن 95% على الاي دي اس اس، والارقام دي مهمه قوي. ان العيان لو البيز لاين بتاعه اقل من واحد، يعني زيرو او نص، فانا لو زاد العيان 1.5 بوينت في الاي دي اس اس سكورينج ده بعتبره ان هو ديزيز بروجريشن. ولو هو من واحد لغايه 5.5 فلو زاد بوينت واحدة زي ما الجراف باين هنا فانا بعتبره ديزيز بروجريشن. ولو هو فوق الستة فانا لو زاد نص هعتبره ديزيز بروجريشن. وده منطقي قوي ان انا كل ما السكور زاد كل ما النص والربع يمكن هيفرق معايا. طيب هاسس الديزيز سيفيريتي ازاي؟ انا بعمل الاي دي اس اس اسسمنت في خلال 5 ايام من الانسيت بتاع السسبكتد ريلابس عشان اعرف الريلابس سيفيريتي. يبقى في خلال ال5 ايام الاولانيين ده انا بقول الريلابس سيفيريتي وصلت العيان الاي دي اس اس بتاعها رفعته لكام. طيب ولو سستيند انكريز ده كان بوينت فور ديسكشن حقيقه، يعني كنا بنتكلم فيها مع بعض مع الكانسل تيم، 12 اسبوع ولا 24 اسبوع عشان اقول ده سستيند انكريز، وهل هو سستيند ولا كونفيرم، على الرغم من ان العيان في اوقات بيبقى فلكتويتنج. طب احنا كل ده معتمدين على الاي دي اس اس، لكن انتبه كويس للدروباكس بتاعت الاي دي اس اس. انا عندي نون لينياريتي فظيعه جدا، يعني 2 زاد 3 ده انا ما اعرفش بقى ده اوبتيك ولا موتو ولا سنسوري ولا ايه. بعد من 4 وانت طالع الووكينج ابيليتي هي اللي بتدومينيت السكيل، يعني ابر ليم فانكشن از نوت ريبريزنتد، يعني جاله اتاكسيا ابر ليم تريمر ما جابتش ترانكال تريمر، جت ابنديكولار بس ومايل، انا مش هقدر احطه حاجه. الكوجنيشن والمود والفتيج مش ويل ريبريزنتد في الاي دي اس اس، وده خلانا نقول ان احنا محتاجين سكيلز ثانيه عشان اعمل كومبريهنسيف اسسمنت اللي هو الفانكشنال كومبوزايت، اللي هو عبارة عن 3 items: 25 feet walk test اللي هو 10 meter زي 10 meter walk test timed 10 meter walk test وال 9 hole big test. وده دلوقتي بقى التول عندنا كلنا في الوحدات عندنا وفي البرايفت سيكتور. الباسات اللي هو best auditory serial addition test. لكن ال 10 meter walk test ده بيشوف الشورت ووكس زي ما كنا بنتكلم في الريهابليتيشن، انا محتاج اشوف الانديورنس. الانديورنس الحقيقه ما بيقدرش يتشاف، فيا بسال العيان انت مشيت قد ايه، عشان دي نقطه مهمه قوي، لا اما بخليه يمشي
لو انا في الـ يعني في الوحده عندنا بن يعني في اوقات بنخليه يمشي ونشوف هيمشي الست دقايق كام لفه مثلا، او مشي في الدقيقه كام متر، فتقدر تشوف حتى الانديونس بتاع العيان. بالنسبه للباصات عندنا مشكله ان الباصات عنده learning effect مع repetition، عيان بيحفظه. فالاس دي ام تي اللي هو سيمبل ديجيت موداليتي تيست الحقيقه حل القصه دي. ده سيمبل ديجيت موداليتي تيست الحقيقه بيبقى اكثر يعني سنسيتيفيتي ان هو يديتكت من غير ليرنينج ايفكت او ديفكت. يعني كمان الفيجوال اكيوتي مهمه جدا، احنا محتاجين ناسس ونشوف بدري العيان ده عنده ريزيديوال، عنده نيورونال واكزونال دامج ولا لا. فالحقيقه يعني اللو كونتراست تشارت من الحاجات المهمه جدا علشان تعرفني لو في اي مايل تشينجز بتحصل في الاوبتيك باثوي. اخيرا الفتيك والمود سواء كان ديبريشن او انكزايتي مش ريبريزنتد كويس خالص، فاحنا محتاجين ان احنا نعمل اسسمنت ليهم. والبيشنت ريليتد اوت كام بقى الكواليتي اوف لايف اللي هو المالتيبل سكلوز امباكت سكيل ام اس اي اس 29، الحقيقه يعني الباتري دي هي الكومبريهنسيف اسسمنت كلينيكال اسسمنت للعيانين. طيب لو حصل ورسنينج قد ايه بقول العيان ده حصل له بروجريشن او ورسنينج؟ احنا قلنا الاي بي اس اس الارقام بتاعته هنا بنتكلم على 20% زياده في الوقت بتاع ال 10 ميتر ووك تيست او ال 9 هول بيك تيست، يبقى ده هقول ان هو في ورسنينج للعيان طبعا مقارنه بالبيز لاين بتاعه. طيب يبقى انا محتاج اديفاين worsening metric زي ما قلنا سواء كان بالاي دي اس اس او بال 20% اللي احنا قلناها. محتاج تايم فريم اقول ان العيان ده فضل بروجريشن بتاعه في التايم فريم الفلاني 3 اشهر 6 اشهر او وات ايفر هنتفق عليه دلوقتي، وتايم انترفال من ا كونفيرمد ريلابس. انا عايز اشوف الريلابس هي اللي عملت البروجريشن دوت ولا البروجريشن الحقيقه هو اللي جاي من غير ريلابس. ف هنطلع تيرم دلوقتي وهنشوفه confirmed disability progression، وده 3 اشهر 6 اشهر 12 شهر هنتفق مع بعض زي ما كل او معظم المصادر وال references 3 اشهر. طيب خلينا نشوف السيناريو ده. السيناريو ده العيان في البيز لاين بتاعه كان الاي دي اس اس بتاعه 4 على الشمال. انا معلش انا اسف ما بعرفش اعمل pointing بال في الزوم. بعد اربع اسابيع العيان جاله اي دي اس اس بتاعه 6، ممكن تبقى ريلابس بس هو ما قالش ريلابس، هو كان جاي بيمشي معقول بقى يمشي بعكاز. هقول ان ابسنس اوف ريلابس ده بوتنشال بروجريشن ديت، ده الانيشال ديسابيليتي اللي انا شفت فيها العيان زاد. طيب هو زاد ولا ما زادش؟ احنا الرقم هنا كان 4 بقى 6، هو زاد كده 2. الاي دي اس اس بتاعنا 5 اقل من 5.5 او 5.5 فاقل، يبقى انا لو زاد 1 يبقى انا هقول ان هو حصل فعلا بروجريشن بالاي دي اس اس. خلاص زاد وصل 6. الاسبوع الثامن بعد اربع اسابيع 5.5، طب 5.5 ده هنا قل، وهو ده القصه بتاعه السستيند. لا السستينابيليتي مش كده، العيان بيفلكتويت اهو. طب بس 5.5 ستيل هي اعلى من 4.5 في من 4 البيز لاين بتاعه، فبالتالي انا فوق الواحد فعلا زاد، فبالتالي انا عندي سستيند انكريز في الديسابيليتي بتاعت العيان. في الاسبوع ال 12 العيان وصل اي دي اس اس بتاعه 5، ده قل برضه تاني، العيان بيفلكتويت ومع ذلك ستيل هو الاي دي اس اس زايد واحد عن البيز لاين. الكونفيرميشن ديت بتاعنا اللي هو بعد 12 اسبوع من اول ديت اللي هو من 16 ويك 16
مقارنه بويك اربعه لا العيان اي دي اس اس بتاعه رجع سته او يمكن فضل خمسه. In absence of relapse هنا بقول ده سي دي بي confirmed disability progression. يبقى من اربعه وصل لسته وفضل بيفلكتويت بس طول الوقت هو حتى لما قل ما قلش عن رقم واحد بتاع الاي دي اس اس بتاع البيز لاين. In absence of relapses بقول ان ده ديزيز بروجريشن. طيب خلينا نشوف الاكزامبل دوت. نفس العيان اربعه العيان اسبوع الرابع او يعني بعد اربع اسابيع سته ده الانيشال تايم بس بعد اربع اسابيع نزل تاني اربعه ونص. هنا بقى السستينابيليتي دي حصل لها بقت بروكن. يعني في الاسبوع الثامن هنا على الـ على الـ على الاكزامبل دوت او السيناريو دوت الكونفيرمد بروجريشن اتكسر فالعيان ما حصلش اي سستيننج للبروجريشن بتاعه. في الاسبوع ال 12 العيان 5 ونص هنا انا هعمل بقى نيو بوتنشال بروجريشن دي قبل الاسبوع ال 12 وهو على 4 ونص بقول لا دي يمكن كانت ريلابس يمكن هو كان فتيج انا غلطت في الاي دي اس اس يعني حصل فيفر هي اللي علت. لكن بعد كده في الاسبوع ال 12 الاي دي اس اس وصل 5 ونص فهبدا اعمل تاني ري بيز لايننج. اي دي اس اس ري بيز لايننج ده دي كلمه الري بيز لايننج اللي بتتكتب ان انا هعمل ري بيز لايننج تاني للعيان دوت من 4 ل 5 ونص. اسبوع ال 16 وصل لخمسه فانا كده السستينابيلتي هبدا احسب من الاول وجديد. تعالى بقى العيان دوت سته بيز لاين سته ونص زاد لان انا عديت الخمسه ونص عديت الخمسه ونص فانا لو النص زاد هقول ان ده بروجريشن وده الانيشال ديت اوف ديسابيلتي بروجريشن. الاسبوع الثامن سبعه العيان اهو عمال بيديتيريوريت. اسبوع ال 12 اي دي اس اس 6 ونص برضه هي سستين. اسبوع ال 16 6 ونص بس في الاسبوع ال 16 حصل له ريلابس يبقى انا هنا مش هقدر اقول ان العيان ده بروجريشن ده ورسنينج ان اسوسيشن للريلابس. قبل الريلابس ابتدى يحصل ورسنينج والريلابس ديت كسرت معايا السستينابيلتي بتاعه الانكريز اوف اي دي اس اس علشان اقول تيرم CDB أو Confirmed Disability Progression. طيب خلينا نشوف السيناريو دوت. الست دي في جون 2014 دي كانت مشيتها EDSS بتاعها 5 بتمشي من غير 8 تقدر تمشي 200 متر في نوفمبر 2014 5 ونص فيش عندي مشكلة. بس خلي بالك المشية بتاعتها خمسة ونص. في فبراير بقى أوغست قعدت من فبراير أوغست 2015 هي بقت unilateral supported cane. In absence of confirmed relapse في الفترة دي الست دي حصل لها progression ده CDB. هو ده السيناريو بتاع ال CDB. طيب هل في عندي اي early forecasting method عشان تقول لي الجو هيطلع ايه بكره الحر اللي احنا فيه ده هيتكسر ولا لا وهنشوف. الحقيقه عشان اقول في long term disability الستديز طلعت يعني predictors كتيره جدا up to ان انا يعني كنت نفسي احط سلايد بس طبعا الوقت بتاع المحاضره مش هيسمح. اسمه MS severity score علاقه الاي دي اس اس بالديوريشن وازاي اعمل بروجريشن اندكس ويمكن دي محتاجين نتكلم عليها كتير. لكن عشان اقول ايه الفاكتورز اللي هتخلي فيه لونج تيرم ديزيز بروجريشن او ديسابيليتي اكيوميليشن اول حاجه الايرلي ريلابس اكتيفيتي زي ما شايفين في الجراف دوت حسب النمبر اوف ريلابسز في الفيرست 2 ييرز التايم تو اي دي اس اس 6 شوفوا بقى كام عيان ابتدى
تك 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 خد وقت قد ايه علشان يدخل على طول في الاي دي اس اس سكور 6. الفيرست ريلابس في اول سنتين, في اول سنتين من الديزيز يعني التايم تو بروجريشن اعلى من اكتر من او يساوي 3 ريلابس اللي هي الحمراء. فده اول حاجه الايرلي ريلابس اكتيفيتي. الحاجه الثانيه الام ار اي الايرلي الايرلي البريزنتنج ام ار اي ليجن لود. لو انا في الاول عندي ليجن فوليوم عالي الميديان اي دي اس اس سكور هنا عاملينها ات في الستادي دي ات يير 14. فطول الوقت كل ما زاد الليجن نمبر او الليجن لود كل ما الميديان اي دي اس اس سكور بعد 14 سنه يبقى اعلى. في الاول خالص لو هو زيرو عندي فالميديان اي دي اس اس سكور 1.8. بعد كده لو الليجن زادت 2 4 لو وصل بقى فوق ال10 ليجن انيشيالي لا العيان ده 14 سنه هيبقى اي دي اس اس بتاعه 6. فانا لازم العيان ده انتبه له اكتر من العيان اللي الليجن لود بتاعه ايرلي في البريزنتنج ام ار اي اقل. الايرلي برين فوليوم لوس برضه نفس القصه. يعني انا عندي اكتيفيتي في اول سنتين ايرلي برين ليجن لود او ليجن تي 2 نمبر وايرلي برين فوليوم لوس. طب ايجيبشن وايز بقى في ايجيبشن داتا يس في عندي بريدكتورز كونفرجن اوف تو سكند بروجريسيف ام اس. الحقيقه لما عملنا الاستادي بتاعتنا لقينا ان الهاير انيشال اي دي اس اس از ا سترونج بريدكتور عشان العيان يقلب لسكند بروجريسيف. البلاك هولز اون انيشال ام ار اي مش بس التي 2, لو لقيت بلاك هول في الاول خلي بالك الاود ريشيو 4 يعني بوسيبيليتي انه يقلب سكند بروجريسيف لا اعلى 4 مرات. الانفراتنتوريال ليجن في الانيشال ام ار اي كل ده في الانيشال ام ار اي. يبقى انا لو حاجة اقسم كلينيكال في الاول اكتيفيتي هاير انيشال اي دي اس اس ده بالنسبه للكلينيكال. الام ار اي البلاك هولز الانفراتنتوريال ليجنز التي 2 ليجنز الايرلي برين لوس ده المالتي فاريت اناليسيس كانت الانفراتنتوريال ليجن. طيب في الاستادي بتاعه البيدياتريك الحقيقه لقينا تايم تو اي دي اس اس 4 من السيمتوم اونست بدايه العيان ما اشتكى شورتر قوي في العيانين اللي بداوا العلاج بدري متاخر بعد سنه من بدايه العلاج. فانت الايرلي دي ام تي از فيري امبورتنت حتى لو انت بدات دي ام تي يعني مش عايز اقول الكلمه ديت لان مش عايز اقول ان لو بدات دي ام تي غلط, لكن انك تبدا دي ام تي اتس فيري كروشيال. ابدا وانس ان دياجنوزس استابليشد يو هاف تو ستارت دي ام تي فور ذوز بيشنتس. طيب الاي دي اس اس بنش مارك بتاعه فور ديسابيليتي بروجريشن احنا زمان او يعني تراديشنالي بنتكلم على 4 علشان التو ستيج ديزيز بروسس دايما كنا بنتكلم عليها ان انت اقل من او يساوي 3 فانت يعني في الامان. وان كان خلي بالك احنا عندنا بريدكتورز عاملين نقولها اهي لا مش شرط تبقى في الامان قوي, لكن احنا عندنا تو فيزز اوف ديزيز الريلابسنج فيز اوف انفلاميشن اللي هو الاي دي اس اس لغايه 2.5 بعد كده من 3 وانت طالع لا ده بروجريسيف فيز اوف ديجنريشن. فاحنا مش بنتكلم على 4 احنا بنتكلم على 3 which is very important الحقيقه. مش هقدر اقول اقل من كده لكن احنا بنتكلم على الرقم 3 اي دي اس اس. انت لازم تبقى مقلق وانت بتتكلم مع العيان وانت بتديسايد هتعمل ايه مع العيان. يبقى احنا عندنا في watchful observation مهمه جدا او critical point او نقطة معينة نسميها كليماكس مثلا ان العيان بتاع الـ RRMS دوت ممكن يبقى عنده ambulatory problems, ممكن يبقى عنده bladder problems, cognitive problems, الـ existing symptoms اللي موجودة عنده ابتدت تزيد في السيفيريتي شوية حتى على مستوى فتيج ومود, بدأت تظهر new symptoms حتى لو كانت paroxysmal symptoms take care,
ومع ذلك العيان ما بيجيلوش ريلابسز، يعني ما انا كويس، تركيزي ضعيف شويه، الفتيج زياده شويه. خلي بالك الرقم اللي ظاهر ده، اكتر من 80% من العيانين الانيشالي اتشخصوا ام اس بيقلبوا سكند بروجريسيف وذين 25 ييرز. ده الميديا انت عندك الرقم من كبير من 13 ل 32. ف الوقت ده مش كتير على فكره بالنسبه لعيان انت شفته بقاله سنتين ثلاثه، كان جاله تنجلينج ونمنس من سنتين ثلاثه، وبعدين دلوقتي جاي لك بأوفثالمولوجيا انتر نيوكليارز. خلي بالك في ثلاث سنين عدوا، دول عدوا فوق السطح، انت مش عارف بقى ايه اللي داخل، اللي كان تحت شغال ايه، اللي الدكتور محمد قال الحقيقه. طيب هل في بايو ماركرز بقى، ودي اخر بوينت هتكلم عليها في المحاضره. يس. طب ايه هي كلمه، يعني ايه بايو ماركر؟ هو ديفايند كاركترستيك بيميجر انديكيتور، سواء كان نورمال او باثولوجيكال بروسيس او بايولوجيكال ريسبونس لدواء او لانترفينشن معين. ممكن تبقى موليكولر، ممكن تبقى هيستولوجيكال، ممكن تبقى راديولوجيكال، ممكن تبقى فيسيولوجيكال. لكن فيسيولوجيكال دي تقول كلينيكال، يعني انت ممكن تقول ان الكلينيكال مثلا امبيوليشن difficulty is a biomarker, is a clinical biomarker for progression. لو هو قعد الامبيوليشن اكتيفيتي انت هتعرف دوت ان الاتاك ثابت ريزيديوال بسيط. انا ممكن اقول كده، مش مكتوب كده ان ده لكن it's very important ان انا احطه في دماغي. دي انواع البايوماركرز مش هنخش فيها تفصيلا. طيب الراديولوجيكال بايوماركر، ودي اهم حاجه الحقيقه، انا عندي فوكال دامج بتحصل اللي هي البليكس، وعندي ديفيوز دامج اللي هو الثريشولد بتاع البرين فوليوم لوس، اللي هو كان يعني زمان كانوا قالوا نورمال ابيرنج برين تيشو زمان قوي في اوائل 2002 و2003، بعد كده جم قالوا نورمال ابيرنج وايت ماتر، بعد كده نورمال ابيرنج جراي ماتر، وبعد كده رجعوا تاني النبت النورمال ابيرنج توتال برين تيشو. الليجنز عموما يا اما هيتعمل لها افيشنت ريبير فتعمل ريمايلينيشن، يا اما الـ يعني ريجينريشن او الريبير يبقى قليل. ومنطقي قوي الكلمه دي بقى، ان ريجينريشن يقل لما الريزيرف يقل، ودي نقطه مهمه. الاس بي ام اس از افيلير اوف ريزيرف، العيان الريزيرف بتاعه خلص، وهو خلص عشان احنا ما خدناش بالنا ان الريزيرف وفلوسه اللي في دماغه يعني عماله تخلص. ف مهم قوي ان انا انتبه للقصه دي. طيب الراديولوجيكال بايو ماركر، لو انا شفت كونتراست انهانسنج ليجن ايه الفيك بتاعها؟ ازاي بتبروجريس الكونتراست انهانسنج ليجن دي؟ والله انا هبص عليها في التي 2 وهبص على التي 1 اسف، وبعدين هبص على التي 1 اللي هو من غير جادولينيا، هلاقيها هايبو انتنس بنسبه كبيره قوي، وايزو انتنس في 20%. الهايبو انتنس ديت بسميها اكيوت بلاك هول، لا مش هتكمل، هي بلاك هول بس دي اكيوت مش شرط تكمل. بعد اما يحصل ان الليجن انهانسمنت يروح، بنتكلم 6 اسابيع ل 12 اسبوع، هترجع ايزو انتنس، بس اقل من 40% هتبرزست، وتبقى اسمها بيرزستنت بلاك هول. برضه مش دي البلاك هول اللي هي هشوفها بعد سنين واقول ان البلاك هول دي هي المشكله، يا اما هتبقى فيزيبل فور شورت بيريود وبعدين بلاقيها اختفت، يا اما هتشرينك اوفر تايم وهتقل في الحجم لكن هتفضل موجوده، يا اما تفضل بيرمننت في ال بنفس الحجم بتاعها. البيرمننت بلاك هول دول هم الكي فاكتور بتاعه الديسابيليتي، لكن انا مش لازم خالص استنى البلاك هولز ديت علشان تتكون. انا عندي سلولي ايفولفينج ليجنز او سمولدرينج ليجنز باثولوجيكالي، هرجع تاني للدكتور محمد الحقيقه قاله، بيبقى هايبوسيلولر ديمايلينيتنج كور في النص وهايبوسيلولر من بره، يعني في اكتيفيتي من بره والاكتيفيتي اتطفت من جوه، فهي زي ما تكون بتولع، يعني زي ورقه مولعه نار وابتدت بتتحرق. راديولوجيكالي بتبان في تي في تسلا 7 تسلا، بس كمان ممكن تبان في 3 تسلا. الديفيوز دامج ده بيبقى واضح قوي في الجراي ماتر استراكشر، سواء كانت بره او جوه ديبلي، هنشوف دلوقتي حالا
الثالاموس والكوربس كالوزم بيبقى ممكن يحصل فيهم ايه. مهم قوي هنا ان انا اخد بالي من الثيرد فينتريكل في A والثيرد فينتريكل في B، هلاقيه اوسع شويه، وده يقول ان الثالاموس ابتدى يحصل له اتروفيك تشينج. ده رحله العيان في 6 7 سنين. ده كان الام ار اي بتاعه 2014 على الاقصى اليمين، الام ار اي بتاعه بقى عامل كده في 2020. قد ايه واضح قوي السالكاي بقت واوضح، الجايراي بقت اصغر، الفلويدز بقى واضح اكتر، ازاي الفنتريكلز بقت تكبر. ده اللي اسمه ديزيز ريليتد برين فوليوم لوس. الانيوال برسنتج بيحصل اقل من 4% لو زاد عن 4% كانيوال لوس. ده بيبقى يعني بروجنوستيك وايز مش حلو، وكده انت كسرت النيدا، لان النيدا رقم 4 نيدا 4 يعني هي البرين اتروفي. طيب الكورتيكال ليجن، الحقيقه الكورتيكال ليجنز في سؤال سالناه 2012 2013، هو كورتيكال ليجن يعني الجراي ماتر بيبقى فيها مايلين؟ يس، الجراي ماتر بيبقى فيها مايلين. على الرغم من الام اس از كونسيدرد مينلي وايت ماتر ديزيز، لكن كمان الجراي ماتر بتبقى انفولفد ايرلي واكستنسيفلي في الام ار اي. انا متعمد احط الريفرنس من سنه 92 مكتوب كده، انا الحقيقه ما عرفتها في 2013 2012. الكورتيكال ليجنز دي بتكوريليت اكتر مع الكوجنيتيف ديسفانكشن، مع الابيليبسي اللي ممكن يحصل من 1-5% في عيانين الام اس. هي سترونجست بريدكتور للام اس ديسابيليتي، وبتبقى قليله في عيانين اللي عندهم بلاين كورس، والترم بتاع بلاين ده عليه 50,000 كويستشن مارك. طيب عشان اهميه الكورتيكال ليجن زيت، انا لازم اعمل لها كلاسيفيكيشن، هل هي بيورلي انتو كورتيكال ولا ميكس جراي وايت ماتر ليجن، ولازم اشوف انا هشوفها ازاي هديتكت، وازاي هديتكت ايرلي. البيورلي انتو كورتيكال ام اس ليجنز يا اما تبقى سمول انتو كورتيكال ليجن، يا اما تبقى كبيره ودي بتبقى سب بايل، يا اما تبقى افكتنج الانتاير ويدث وواصله من الكورتكس لغايه البايل، ودي برضو بتبقى سب بايل. فانا ممكن اقسمها تقسيمتين، يا ميكسد يا بيورلي. ميكسد بتبقى تايب 1 اللي هو اللوكو كورتيكال ليجنز، يا اما بيورلي انترا كورتيكال اللي هو تايب 2 3 و4. 2 هو الانترا كورتيكال، 3 و4 هم السب بايل. اكتر حاجه الحقيقه بتبقى السب بايل زي ما واضح عندنا هنا. طيب اللي بيعمل يعني منظار ويشوف لي الكورتيكال ليجنز ديت هو الدبل انفرجن ريكفري. هو اللي بيعمله ايه؟ هو ده تكنيك في الام ار اي بيسبرس السيجنال اللي جايه من الوايت ماتر ومن السي اس اف. فاي حاجه جوه الكورتكس جوه الجراي ماتر، او يعني هنقول جوه بقى ديب جراي ماتر، يا اما كورتكس يا اما ديب جراي ماتر، هتبان بصوره اوضح. الدبل انفرجن ريكفري كمان الحقيقه اتعمل له يعني تكنيكس ثانيه عشان تخلينا نشوف بصوره احسن. هنشوف الام ار اي ده كده، ده اللوكو كورتيكال اللي على ناحيه الشمال، ده الانترا كورتيكال، ده السب بايل، وده الحقيقه بحاجه اسمها تي 1 ويتد ماجنتايزيشن تو ريبيرد رابيد اكوزيشن للجريدينت ايكو او للفلير، فوق الجريدينت ايكو وتحت الفلير. 7 تسلا بيشوف و8 تسلا بيشوف، بس في الاخر خالص احنا ممكن نعمل دبل انفرجن ريكفري. ده موجود عندنا، وفي تكنيكس جايه سواء كان الفيس سنسيتيف ريكونستراكشن او الماجنتايزيشن بريبيرد اكوزيشن، بيورينا اكتر الكورتيكال ليجن. هو ده على فكره نتيجه اهميتها ان انا الاقيها بدري في العيان، فاقول العيان ده سكته مش سالكه معايا. طيب النقطه الثانيه الثلاميك انفولفمنت. دايما لما بنجيب ثلاميك انفولفمنت بنقول ده الجلوبال ميجر، ده الاستراكشرال اتروفي، ده الايرون ديبوزيشن.
بس هل في ممكن يحصل ليجنز تلامك ليجنز؟ يس ممكن يحصل تلامك ليجنز. الفوكال ديمايلينيتنج ليجنز اللي موجوده في الديب جراي ماتر او في الثالاموس بيقسموها يا اما افويد ليجنز تبقى سمول وديسكريت، يا اما بيري فنتريكولار ليجنز ودي بتبقى ديفيوز. الحقيقه الثالاموس من الحاجات اللي بتبقى افكتد ايرلي عشان ده الهجمه المرتده بتاعه البليك. هو كل حته في المخ الثالاموس بيعمل فيها ريلي، فديفينتلي لو حصل داي باك فينومينا بتسمع في الثالاموس فبيسموه التراكينج باك تو ثالاموس كومبيرد تو اذر ستراكشرز حتى اكتر من الكوربس كالوزا. هنا طبعا الثلامك انفولفمنت واضح قوي، الاتروفي ناحيه يمين عن ناحيه شمال، و هتاخد بالك من الثيرد فينتريكل عامل ايه. على ناحيه اليمين الليجن اللي عند العيان هنا كان 1.4 سنتيمتر مكعب، وده ليجن فوليوم عالي، ومع ذلك الثالاموس كفوليوم ما حصلش فيه افكشن. هو الفوليوم احنا بنتكلم على 18 16 سنتيمتر كيوبيك سنتيمتر، لكن لو قل عن كده ده اللي بيبقى فيه الاتروفي. زي ما انت شايف العيان في، بص على ناحيه الشمال بقى الام ار اي الشمال، الثلامك فوليوم في الام ار اي اللي على اليمين في الفيجر اللي على الشمال 10.2 سنتيمتر كيوبيك سنتيمتر، فقل قوي، والثيرد فينتريكل وسع قوي. الليجنز ملهاش علاقه قوي الا الاوفويد ثلامك ليجن، هي دي اللي بتبقى بتكوريليت مع الثلامك اتروفي. طب حصل ثلامك اتروفي ايه اللي هيحصل؟ فتيج هيزيد، فيزيكال ديسابيليتي هتبقى زياده، كوجنيتيف امبيرمنت هيبقى عالي جدا. الثلامس من ضمن الحاجات اللي بتعمل الحقيقه كوجنيتيف سبستريت عالي قوي في البرين. الكوربس كالوزم انفولفمنت، الحقيقه الكوربس كالوزم اندكس بيرفلكت الفوليوم بتاعه البرين از ا هول، وانا بعمل كوربس كالوزم اندكس الانتيو سيجمنت اللي هو الاي اي بجمعه على البوستيو سيجمنت اللي هو بي بي على الانترميديت سيجمنت، وبعدين بقسمه على الاي بي. ودي على فكره ممكن لو احنا اتفقنا مع الراديولوجي ان احنا هنوحد زي ما يعني دلوقتي الحقيقه سنترز كتيره بتعمل كده، لا انا ممكن احسبها انا بالمسطره، يعني ممكن انت احسبها بالمسطره رفلي، طبعا رف استيميشن يعني على المسطره، او لو انت معاك السي دي بتاع الام ار اي. اخيرا في الراديولوجيكال بايو ماركرز سباينال كورد انفولفمنت او اتروفي، الحقيقه از فيري امبورتنت ام ار اي فيتشر، وبرضه بيحصل من الحاجات اللي بتحصل بدوي، بالذات الابر سيرفايكال كورد بيسموها المكه المين ابر سيرفايكال كورد اريا، ودي لو قلت زي ما واضح وبتشاف في الكروس سيكشن، وبرضه دي ممكن نحسبها احنا بيبقى معاها الحقيقه يعني بروجريسيف فينوتايب واضح قوي، وكلينيكال بروجريشن بيبقى اسوسييتد فتعتبر كماركر للبروجريشن. بعد كده انا عندي الفلويد بايو ماركر النيو فيلامنتس اللي هي سواء كانت لايت وميديوم وهيفي سب يونتس بتتقطع الاكسون فبيطلع النيو فيلامنتس، وانا ببدا اعمل انا يعني اسي ليها بكذا جينيريشن من الاسي ميثودز من ضمنها الاليزا، وبشوفها في السي اس اف. هو السؤال هي في السي اس اف ولا في البلاد كمان؟ والله الاستدي دي قالت ان هو في سيجنيفيكانت اسوسيشن بين السي اس اف نيو فيلامنتس والسيرم نيو فيلامنتس. 10% انكريز في السي اس اف نيو فيلامنتس بيكورسبوند تقريبا ل 6% انكريز في السيرم نيو فيلامنتس. تراديشنالي كنا بنقول اللايت نيو فيلامنتس بتشوف الانفلاميشن الاون جوينج انفلاميشن، فهتشوف الريلابسز وهتشوف العيان ده هيقلب من سي اي اس ل كلينيكالي ديفينيت ام اس ولا لا، والهيفي عشان فوسفوريليتد اكتر فهي بتشوف البروجريشن والديسابيليتي. لكن الحقيقه
الستاديز كلها معظمها دلوقتي على النيو فيلامنتس اللايت. اللايت نيو فيلامنتس ان اسوسيشن وذ ريلابس، زي ما واضح في الفيجر اللي فوق دوت، ازاي العيان اللي عنده ريلابس السيروم نيو فيلامنت لايت اعلى. كمان الاسوسيشن مع تي 2 ليجنز لود والجادونين انهانسنج ليجن، وكمان مع الام اس فينوتايب سواء كان RMS او PMS او مقارنه طبعا بالهيلثي كنترول والاي دي اس اس كديسابيليتي. فكل ما زاد الديسابيليتي هتزيد السيروم نيو فيلمنت لايت. اخر حاجه الحقيقه الـ يعني عايز اقول البايوماركر المهضوم احنا مش بنشوفه كتير، مع ان انا من اوائل الحاجات اللي اتعلمتها وانا داخل في النيابه ان انا امسك الاوفثالموسكوب واوسع العيانين بالقطرة وابص على الفندس عشان اعرف اتعلم فندس اكزامينيشن. الحقيقه الريتنا هي الميرور بتاعتي، يعني الريتنا هي الميرور بتاعي، ولو انا اقدر اعمل كمبيوترايزد اسسمنت للريتنا هقدر اشوف العيان ده بيبروجريس ولا لا، مخه بيبروجريس ولا لا. ويمكن تبقى مش عايز اقول انها مور سنسيتيف، لكن اتس فيري سنسيتيف ايكويفالنت للام ار اي. والرقم اللي دايما بنقوله ال 88 مايكرومتر ك نيرف فايبر لاير، بشوف البيريبابيلاري نيرف فايبر لاير السمك بتاعها قد ايه. كل ما قل السمك بتاعها كل ما يقول ان ده العيان ده في ورسنينج عنده، والريسك بتاع الريتينال افكشن كل ما الثيكنس يقل كل ما الورسنينج بتاعه او الاكسبكتد ورسنينج او الكاملاتيف ورسنينج او ديسابيليتي بتبقى الحقيقه اعلى. بروجريسيف ام اس اسوسييتد مع فاستر ريتينال اتروفي اندبندنت اوف ايج، عكس النيو فيلمنتس اللي قلنا انها ليها علاقه بالايج. والحقيقه احنا محتاجين انهانس اليوز اوف او سي تي في برضو الكلينيكال براكتس بتاعنا، كنوع من مش بس لما العيان ده هياخد جيلينيا مثلا فهعمل او سي تي عشان اشوف في ماكيولر اديما ولا لا، او عايز اتاكد ان في اوبتيك اتروفي لا، او اوبتيك نيورايتس فهعمل او سي تي لا، كمان انا محتاج اعمله كبيز لاين، يعني محتاج اوظفه توظيف احسن شويه. الحقيقه في النهايه العيانين لازم اعمل لهم برودر ابروتش عشان اعمل اسسمنت سواء كان فيزيكال كوجنيتيف مود بالبيست افيليبل تولز اللي عندي. ميني ساتل تشينجز ممكن تبقى سب كلينيكال باثولوجيكال زي ما الدكتور محمد قال، بايوكيميكال انفيزيبل، ويا اما تنفجر كالبركان يا اما تتسلل كالثعبان. فانا محتاج اخلي بالي كويس قوي العيان ده قبل ما ينفجر او يتسلل ويتلدع، محتاج اديتكت كويس قوي وريكوجنايز الفينوتيبك كاركترستيك عشان اقدر اعمل بيتر اوتكم للعيان وتارجت المانج بتاعي اكوردنجلي. ومتشكر جدا واسف اذا كنت طولت عليكم، شكرا لكم جميعا. شكرا دكتور حاتم اللي بينبهنا ان احنا ما نخلي بالنا لا يتسلل كالثعبان ولا ينفجر كالبركان. هو عرج بينا على كل البارامترز او البايو ماركرز اللي ممكن نستعملها لنحاول ان احنا نديتكت العيان قبل ما يتحول الى سكند بروجريسيف ستيج اوف ذا ام اس. احنا طولنا فمعلش، انا في شويه اسئله، يعني في اربع اسئله بالظبط. في سؤال للدكتور محمد حجازي. دكتور محمد معانا؟ تمام دكتور مجد موجود. محمد كان دكتور حد انونيمس مش كاتب اسمه وبيقول عايز كلاريفيكيشن the meaning of the four terms more clinically related، اللي هو الاكتيف بروجريسيف والاكتيف وذاوت بروجريشن، نوت اكتيف وذ بروجريشن، نوت اكتيف وذاوت بروجريشن. يعني تبسطها كده بطريقه اوف كلينيكال امباكت. يعني
تمام. طيب يعني احاول اجيب بس الصوره بتاعت اللي فيها اللوبلين عشان اوكي. طيب هو يعني هو اعتقد برضو دكتور حاتم قال نفس الترمز دي كررها تاني، بس يعني للتسهيل برضو نحاول نمسكهم واحد واحد. active with progression ده يبدو ان هو يعني بديهي وسهل ومفهوم. الاكتيف هنا الاكتيفيتي مقصود بيها ان هو يا اما عنده ليجنز جديده في الام ار اي، او كونتراست انهانسنج ليجنز في الام ار اي، او عن ده اللي هو الراديولوجيكال اكتيفيتي ان هو يا اما بيبقى في ليجنز جديده في الام ار اي، يا اما عنده كونتراست انهانسنج ليجن، او كلينيكال اكتيفيتي ان هو بيجي له ريلابسز، ده مقصود بيه اكتيفيتي. وبروجريشن اللي هو الكلينيكال بروجريشن او كلينيكال وورسنينج اللي هو مينلي يعني موتور ديسابيليتي، او ممكن تقول موتور كوجنيتيف ديسابيليتي. ده يبدو بديهي ان هو العيان هيبقى عنده اكتيفيتي سواء راديولوجيكلي او اللي بيجي له ريلابسز فهي بروجريس، ده سهل، ده مش محتاج تفسير. النوع الثاني اكتيف بات ويزاوت بروجريشن، ده عيان كلنا بنشوفه برضو ان هو عيان بيجي لك في الفولو اب بتعمل له مثلا سي ام ار اي، بتلاقي ان هو الام ار اي مقارنه بالقبليه في اكتيفيتي جديد، يعني في ليجنز جديده ظهرت او في اكتيف ليجنز، ومع ذلك الاي دي اس اس بتاع العيان ثابت. او عيان مثلا جاله خلال السنه الماضيه وان ريلابس سي مثلا، وخد تريتمنت للريلابس ورجع للبيز لاين تاني، فلما عدت التقييم بتاعه بعد سنه لقيت الاي دي اس اس بتاعه ثابت، هو مثلا ماشي على العصايه لسه ماشي على العصايه، او ماشي من غير هيلب خالص لسه ماشي من غير هيلب، يعني عنده اكتيفيتي اون جوينج لكن لسه عنده نيورولوجيكال ريزيرف يخليه يقدر ان الاكتيفيتي ده يكومبنسيت بحيث ان هو كلينيكلي مش بروجريست، ان هو ما عندوش ديسابيلتي. النوع الثالث ويمكن هو ده النوع السخيف شويه اللي هو دايما بنتسال عليه، يعني اكتر واحد بتسال في الاربعه، اللي هو نوت اكتيف بات ويز بروجريشن، نوت اكتيف بات ويز بروجريشن. ده يمكن احسن حاجه تبينه الفيديو اللي كان دكتور حاتم حاطه للمريضه في ثلاث مراحل، اللي هي عيانه على الرغم ان هي ما بيجيلهاش ريلابسز يعني ما جالهاش هجمه خالص مثلا خلال سنه، والام ار اي بتاعها ممكن يكون ما فيهوش اي تغيير، يعني عملنا الام ار اي بتاعها بعد سنه ما لقيناش اي ليجنز جديده ولا لقينا كونتراست انهانسنج ليجنز، يعني الام ار اي بتاعها ما فيهوش اكتيفيتي وهي نفسها ما جالهاش ريلابسز، ومع ذلك خلال السنه دي لقيناها ان هي بروجريسد من حيث ان هي مثلا ايديس بتاعها زاد، لقيناها جايه كانت ماشيه من غير عصايه بقت بتمشي بعصايه، رغم ان السنه دي ما حصلش فيها ولا اتاك ولا ام ار اي اكتيفيتي، ده لان النيورولوجيكال ريزيرف بتاعها خلص ان هي خلاص ما بقتش قادره تكمبنسيت، فحصل اللي هو ما يسمى بالبايرا اللي هو بروجريس اندبندنت اوف ريلابس اكتيفيتي، انها بتبروجريس رغم ان ما فيش اكتيفيتي، ده النوت اكتيف بات بروجريس. نوت اكتيف ويزاوت بروجريشن ده برضو سهل زي الاكتيف ويز بروجريشن، ده عيان ما عندوش اكتيفيتي بس خلاص يعني ثبت خلاص، يعني هو العيان اللي هو للاسف بيجي لك متاخر مثلا على ويل تشير، عيان خلاص رسمي سكندري بروجريسيف قاعد على كرسي او قاعد على كرسي، وتيجي تعمل له ام ار اي بتلاقي الام ار اي ويز كونتراست ما فيش اي تغيير فيه، ولا في ليجنز جديده ولا في كونتراست انهانسنج ليجنز، وما بيجيلوش اتاكس لانه خلاص دخل في كومبليت بروجريشن بروجريشن ويزاوت اكتيفيتي، وده اللي هو ما بندلوش دي ام تي لغايه دلوقتي لان ما فيش انفلاماتوري كومبوننت. لو حبيت تقول يعني ان هو الانفلاماتوري كومبوننت الترجمه بتاعته كلينيكال ان يبقى في اما اكتيفيتي في الام ار اي او ريلابسز وده مش موجود، فالعيان ده بروجريسيف وخلاص بطل يبقى في عنده اكتيفيتي للاسف. بس اعتقد يعني كده الدنيا تبقى تمام يا ابو حميد. تمام يا ابو حميد. دكتور وائل الوحشي حبيبنا واخونا العزيز من ليبيا برضو خليك معانا. محمد بيقول بيسأل على الاجريسيف ريلابسنج ام اس، از اجريسيف ريلابسنج ام اس بيشنتس برون تو كونفرت تو سكند بروجريسيف ام اس؟ اكيد طبعا يعني اكيد، وده كمان هيبقى مور برون، يعني خلينا ازود كمان ده مور برون، يعني العيان ده هيستهلك بالبلدي كده هيستهلك الريزيرف بتاعه اسرع، هو العيان ده عنده رياكس ريجريسيف اجريسيف ام اس، اجريسيف ام اس ده معناه انه بيجي له اتاكس او ريلابسز مور فريكوينت مور سيفير، عنده هاي ام ار اي اكتيفيتي او هاي ليجن لود، فالعيان ده اكيد هيبقى النيورولوجيكال ريزيرف بتاعه ديبليتد اسرع من العيان الثاني اللي هو مش اجريسيف، فبالتالي هيريتش السكندري بروجريسيف فيز اسرع ديفينتلي، هيبقى طبعا سكندري بروجريسيف. هاو كود وي مانج اتاكسيا ان نون اكتيف اس بي ام اس؟ انا اعتقد السؤال ده الدكتور حاتم هيحب يجاوبه يعني. طيب حاتم في سؤالين انت
حاتم؟ ايوه يا بيه. We can predict the progression if EDSS increased 1.5 with baseline EDSS 0. Can we say second progressive with EDSS 1.5؟ لا. يعني انت السؤال بيقول انت قريته؟ اوكي. السؤال we can predict progression if the EDSS زاد ب 1.5 with baseline EDSS 0. فهو بيتساءل can we say second progressive MS with EDSS 1.5 بس؟ لا خالص حضرتك، لا خالص، مفيش اي حاجة تقول كده. لكن احنا ما بنتكلمش على ال progression in term of CDB confirmed disability progression. احنا بنتكلم على ان ال EDSS بتاعه لما يبقى زيرو وزاد واحد ونص ده يعتبر disease progression، لكن مش second progressive. العيان ده مش second progressive. لو هو العيان فضل واحد ونص ده مش معناها ان انا هقدر احطه في term secondary progressive، لكن هقدر اقول ان العيان ده حصل له الاتاك الاولانية اللي هو زيرو، ما كان زيرو حصل له الاتاك زيرو ده يعني من غير symptoms من غير signs، فالعيان دوت حصل له أتاك ورجع التاني لواحد مثلا بعد الأتاك أو فضلت واحد ونص، وده البيز لاين بتاعي. أنا ما أقدرش خالص أبني على البيز لاين دوت وأقول CDB. CDB لازم يقعد ثلاث أشهر بزيادة يزيد تاني على الواحد ونص، يعني يزيد واحد تاني يبقى اتنين ونص، يبقى أنا ساعتها هقول كده. لكن الترمينولوجي اللي هم معرفين بيه الـ EDSS ان هو يعني كبروجريشن، لا بقول ان هو يعني في فرق بين البروجريشن اوف EDSS وبين ان العيان ياخد فينوتايب بروجريسيف MS. لا ده حصل ورسنينج للعيان، لكن ما اقدرش اقول ان هو بروجريشن، لازم بيعدي الباترن اللي هو بتاع 2.5 فوق ال 2.5، يعني ما ينفعش قبل 2.5 اقول SBMS by definition. يعني دكتور احمد رضا بيكمل برضو نفس الديسكشن، what's the difference between active with progression and relapsing remitting MS؟ محمد تحب تجاوب؟ active with progression و relapsing remitting MS الفرق هو تقدر تقول ان ده يعني ده تكمله السبيكترم او الناتشرال هيستوري اللي هيحصل في الاخر. يعني عيان ريلابسنج ريميتنج ده عيان عنده اكتف ديزيز، يعني هو عنده اكتف ديزيز بس مش بالضروره يبقى بروجريسنج، يعني على الاقل كلينيكلي، على الاقل كلينيكلي في الاول ان هو يعني بعد ما بيحصل له ريلابسز بينزل للبيز لاين تاني، او يعني بيبقى عنده ريزيديوال ديفيسيت او ريزيديوال ديسابيليتي بس فانكشنينج كويس، ما دخلش لسه في الدرجه اللي انت تقول ان هو بقى سكند بروجريسيف ام اس. لكن عاجلا ام اجلا هو كونتينيوم، هو ناتشرال هيستوري. لو استمر ريلابسنج ريميتنج ديزيز اللي هو اكتف ديزيز هيبقى في الاخر اكتف ويز بروجريشن بعد ما خلاص يستهلك النيورولوجيكال ريزيرف بتاعه، فهو تقدر تقول هو كونتينيوم. يعني طب active without progression؟ active without progression اللي هو ده عيان اللي هو لسه عنده neurological reserve، اللي هو بيحصل له activity ongoing activity لكن لسه functionally او كmotor disability لسه قادر يfunction او محافظ على ال baseline بتاعه، لان neurological reserve ده بيسمح له كده. فانت بيجي لك evidence of activity، يعني بيجي لك ان هو عنده MRI activity او عنده relapses حصلت له، لكن كموتور ديسابيليتي كاي دي اس اس لا، هو يعتبر ستيشنري لانه لسه قادر يكومبنسيت، فده اسمه اكتف بات ويزاوت بروجريشن. طيب دكتور حاتم تحب تجاوب على السؤال بتاع الدكتور وائل، هاو وي مانج اتاكسيا ان نون اكتف سكند بروجريسيف ام اس؟ احب اجاوب الحقيقه. انت كان ليك محاضره جميله على سيمبتوماتيك تريتمنت. حضرتك هي يعني physical therapy هو الـ primary choice، يعني هو الـ first choice الـ physical therapy. وبعدين في medications حضرتك نازلة في الـ guidelines الـ ataxia evidence B الـ rilosol، يعني ودي من الحاجات لما قريتها كنت مستغربها جداً
الامانتادين كمان عليه ستادز في الاتاكسيا، الحاجات اللي بتشتغل على السيروتونين البوسبايرون فيتامين اي والار تي ام اس الريبيتيف ترانسكرينال ماجنتيك ستيميليشن. الحقيقه الحاجات دي بتهلب الفيزيكال ثيرابي، لكن از اقول ايفيدنس اي هو الفيزيكال ثيرابي. تمام. متهيألي احنا كده وصلنا الساعة 11 إلى 5. شكرا لا 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 خالص خالص، احنا استمتعنا جدا، ده وجبة دسمة جدا وكيك اوف قوي جدا جدا يعني. نشكر السبيكرز جدا، نشكر الحضور، ونشكر الدكتور محمد حجازي والدكتور حاتم سمير، طبعا نشكر نوفارتس تاني، والدكتورة جيهان عايزة تقول كلمة نهائية.